بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى الدكة عبر القناة الرياضية. أقيمت هذا المساء 6 مباريات في إطار منافسات الأسبوع 24 من دوري عمان تل للمحترفين، وقد جاءت نتائج هذه المباريات على النحو التالي: تعادل المصنعة والاتحاد بدون أهداف في مباراتهم التي أقيمت هذا المساء، وبعد ذلك في مباراة أخرى واصل النهضة مشواره نحو التتويج بلقب الدوري عندما تفوق على صحن بأربعة أهداف مقابل 3، وفي مباراة أخرى نجح صحار في الفوز على النصر بهدف مقابل لا شيء، في حين ظفار وصور انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينه بهدفين لكل فريق، وتفوق الشباب على ضيف نادي العروبة بهدف مقابل لا شيء، ونجح السيب في اللحظات الأخيرة من الفوز على مجيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتختتم هذه الجولة من دور عمان تل المحترفين غدا بلقاء واحد سيجمع فنجة والسويق على ملعب السادة السيب في الساعة 7:15. إذن هذه نتائج المباريات الست. النهضة يواصل الصدارة ويقترب كثيرا من التتويج بلقب أول دوري للمحترفين في عالم كرة القدم العمانية بعد أن فاز هذا المساء على صحن بأربعة أهداف مقابل 3، ووصل إلى النقطة 54 بانتظار المواجهة المرتقبة غدا التي ستجمع فنجة صاحب المركز الثاني مع السويق صاحب المركز الثالث الذي دخل معه منافسا بعد نهاية مباريات اليوم نادي السيب بذات الرصيد وهو 38 نقطة. سنتحدث عن مباريات اليوم الست، وأرحب قبل ذلك دائما بأعضاء فريق الدكة، هلال المخيني وصالح البارحي، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. طلال عامري، هيثم خليل، مساكم الله بالخير يا شباب. مساء النور يا شباب، حياكم الله. وأرحب كالمعتاد بجميع المشاهدين. للتواصل معنا يبقى التويتر والحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، ونسعد دائما بجميع المغردين والمتابعين أيضا للبرنامج. سنبدأ الحديث في البداية عن المباراة الأولى، وهي مباراة التي من خلالها وصل نادي النهضة إلى النقطة 54 في دورينا عندما تفوق على صحم بأربعة أهداف مقابل 3 في مباراة أضاع فيها صحم ركلة جزاء. النهضة يواصل المشوار ويقترب جدا من التتويج بلقب الدوري، هو أيضا ينظر أو ينتظر نتيجة مباريات الغد التي ستجمع فنجة والسويق، في حالة تعادل أو خسارة فنجة فاللقب يعلن رسميا لمصلحة نادي النهضة، في حالة فوز فنجة فسيؤجل إعلان البطل حتى الجولتين المتبقيتين. إذا نبدأ الحوار عن هذه المباراة. مساء الخير مرة أخرى. والنهضة يكسب الأهم بالنسبة له في مواجهة صعبة، لكنها الحقيقة كانت جميلة وشهدت 7 أهداف تفوق من خلالها النهضة على صحم 4-3. مساء الخير أبو خالد، ومساء الخير لكم جميعا، والمساء موصول للمشاهدين الكرام. بالنسبة لمباراة الصحم والنهضة، نبارك للنهضة الفوز صراحة، وأصبح الفريق بعد هذا الفوز يلامس درع الدوري لهذا الموسم. الصحم نقول له هارد لك، برغم أنه قدم مباراة كثير جيدة. المباراة في مجملها أبو خالد كانت كثير جيدة في وجهة نظري، وتكللت به 7 أهداف يعني في مباراة يمكن من النادر أن نلاحظ ما عدا مباراة الاتحاد والسيب اللي كان فيها 9 أهداف يعني بين 8-1 9 أهداف. اليوم هذه مباراة تسجل 7 أهداف، بس كانت المباراة مفتوحة بين الفريقين، وفعلا تلاحظ مباراة فيها كرة قدم حقيقية. فالنهض بهذا الفوز اللي فعلا يعني كان في وقته وبتوقيت كثير جيد لمسيرة الفريق، هذا الفوز أعطى أفضلية، وينتظر الآن مباراة بكرة بين فنجة والسويق. نكرر التهاني للنهضة ونقول لصحم قدم مباراة كثير جيدة، برغم أنه صحم احتفظ ببعض الأوراق، ولكن نفس الشيء كانت هناك في غيابات بالنسبة لفريق النهضة. التحكيم اليوم في هذه المباراة تحديدا في ضربات الجزاء تحديدا عليه علامة استفهام صراحة، كانت ممكن تضيع نتيجة المباراة على النهضة تحديدا، هذه في وجهة نظري يعني. فما كان في
توفيق بالنسبة للحكم، نتمنى إن في هذه الجولات يعني ما تستاهل في تكون فيها أخطاء. النهضة لعب كالمعتاد بتوازن دائما بين ثلاث الخطوط، فريق ما عنده الاستعجال متى يسجل، لأنه في أي لحظة ممكن يسجل، غير مستعجل في نفس الوقت، دائما في تحصل توازن وترابط بين خطوطه الثلاث. المنهجية اللي اتبعها كابتن حمد العزاني في هذه المباراة صراحة جيدة، برغم أنك أنت خاسر يعني لاعبين في مقام علي الجابري، في مقام امتياز محمد الشيبة، يعني عناصر جدا مهمة، ولكن لاحظنا اليوم ثوين يعوض، لاحظنا يعني الفريق يثبت يوم بعد يوم ان فعلا اي لاعب ممكن يسجل، لاحظنا فلا يسجل، لاحظنا اكثر ناصر الشملي اليوم قام بدور الشيبه في التسجيل للاهداف، وكان هناك في تناوب في هذا الجانب. فريق صراحه ممتع، يقدم كره قدم يعني بترابط وبتناسق، الفريق يعني تحس انه في هويه، يمتلك هويه البطل النهضه. في نفس الوقت كانت هناك التدخلات اللي من نادي الصحم الكابتن خيري تحديدا، رغم انه يعني طبعا الصحم هو اللي تقدم في المباراه بهذا الهدف. نعم، يعني هناك كان في سوء تقدير خاصه من مهند الحسني في الكوره، وقدر انه محسن كان يعني يقتنص هذه الكوره من بدايه اللقاء، ولكن حتى الكابتن خيري كان تدخلاته صراحه في الشوط الثاني مثمره في وجهه نظري، واحنا يمكن البارحه حتى كنا متفقين على اساس انه الكابتن خيري ممكن يحتفظ ببعض المفاتيح اللعبه أو بالأوراق المهمة اللي عنده، ولكن المباراة في مجملها كانت صراحة انسجال بين الفريقين. هذه المباراة من البداية لاحظنا عودة حسن مظفر، نتمنى إن شاء الله إنه صحم يكون مستواه أفضل في البطولة الخليجية تحديدا، طالما إنه خلاص أصبحت الأمور صعبة عليه في يعني بالنسبة للمراكز المتقدمة تحديدا. كانت عنده هو فرصة على أساس إنه يوقف النهضة، ولكن النهضة يثبت بعد كل جولة انه فعلا صحيح انه فريق كبير ورايح للبطوله ويخدم نفسه بنفسه، وهذه هي مقومات وهويه البطل اللي ما ينتظر يعني الفرق الاخرى اللي تخدمه، لا دائما هو يحط الحلول في يدينه وهو اللي يعمل لنفسه الفارق. فالف مبروك للنهضه، ونقول صحم هارد لك، النهضه يستاهل صراحه وغرب بشكل كبير من بطوله الدوري. طيب صالح، إذن فوز مهم للنهضة يواصل المشوار، هذه المرة يصل إلى النقطة 54، اقترب بشكل كبير جدا من لقب الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي على المشاهدين الكرام. في البداية أبو خالد خليني أعتذر لجماهير الاتحاد ونادي الاتحاد، لأن أمس أنا قلت أن الاتحاد اليوم سيكون صيد سهل أمام المصنع، لكن اليوم فاجأنا طبعا نتيجة الاتحاد، وبالتالي أعتقد أنه يعني كلمة الاعتذار لازم تكون واجبة في حق فريق الاتحاد. نقدم لنا مباراة من خلال تواصلنا مع الأخوان، مباراة جميلة، وأعتقد نقطة بالنسبة لهم يعني تؤكد بأنهم يلعبوا المباريات بشفافية. عموما طبعا النهضة اليوم أبو خالد كان بالنسبة له أقوى اختبار، على اعتبار الفريقين طبعا يقدمان الأفضل في البطولة الخليجية، الفريقان يمكن عايشين يعيشون حالة من 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 خلينا نقول من النشوة أو الوصول للمربع الذهبي للبطولة الخليجية، وبالتالي كانت يعني مواجهة بين فريقين أكدا بأنهما بالطريق الصحيح، لذلك كانت مواجهة مثيرة. فلو تلاحظ تقدم فريق صحم بهدف مبكر، لكن أعتقد أن سرعة عودة فريق النهضة في هدف التعديل ربما عادت المباراة إلى نقطة الصفر من البداية، وبالتالي أعطت مزيد من الإثارة والحماس في الدقائق المتبقية. نقطة تحول المباراة هي ضياع ركلة الجزاء أبو خالد في الدقيقة 22، انا اتوقع ان هذه نقطه تحول في المباراه. طبعا كانت دقيقه 22، لو تسجل صحم الهدف الثاني كانت ممكن سيناريو المباراه يتغير، وبالتالي ما تعرف ايش القادم، لكن اضاعها طبعا اللاعب باتريك. نادي النهضه طبعا من الفرق اللي قادره تسجل من اي فرصه، وبالتالي اعتقد هذا اللي صار، سجل هدف من خلال يعني الظهور الاول خلينا نقول جمع سعيد في المباراه، ما كان ظاهر، لكن لما ظهر لعب كرة رائعة جدا بالكعب، وبالتالي سجل هدف ثاني، انتهى الشوط الأول بالهدفين. الشوط الثاني أبو خالد ما أعطى النهضة أي مجال لصحم للعودة، وبالتالي سجل هدف ثالث ورابع، وطبعا لأكل طبعا محمد الفلاي، لكن أعتقد أن ركلتي الجزاء والأخطاء اللي ارتكبها اليوم مهند الحسني ساهمت بشكل كبير في تقليص الفارق إلى هدف واحد. اليوم لما نشوف الهدف الأول كان خطأ واضح من مهند الحسني، ركلة جزاء أخرى كانت من مهند، وبالتالي ما كان التركيز، لكن
في المقابل اعتقد ان النهضه استحق 3 نقاط ثمينه، ومن وجهه نظري الشخصيه اليوم هذه النقاط هي من اعطت الكثير. طبعا هذا الهدف الثاني، اول ظهور لجمال سعيد تحديدا في المباراه ما كان ظاهر، لكن ظهر في هذه اللعبه، لعب كوره بالكعب للمدافع من خلف جمال راشد وسجل هدف، وبالتالي انتهى الشوط الاول. لما ابو خالد لما تملك حلول في اسماء عديده، اليوم لما نتكلم عن امتياز عبد المعطي الغايب عن الفريق، نتكلم عن علي الجابري، وهذا الشيء وضح في وسط الملعب الاخطاء اللي ارتكبت في وسط الملعب بالنسبه لي نادي نعم انور قام بدور، لكن ما ذيك الخبره اللي يمتلكها علي الجابري، وبالتالي شاهدنا افضليه لفريق صحن في الوسط من خلال تحركات محسن جوهر. لما يغيب عنك محمد الشيب قلب الدفاع، لما يغيب عنك علي الجابري ومحمد الشيب وامتياز عبد المعطي، ثلاثه اسماء اساسيه في الفريق، لكن الفريق اليوم ما ظهر ابدا، ما ظهر باي هبوات باستثناء بعض اللحظات في 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 الشوط الاول تحديدا. جمال اليوم لعب مباراه كويسه بصراحه. طبعا ابو خالد الفريق اللاعب جاهز، لان الجهاز الفني والاداره لفريق النهضه ما استعجل على اللاعب في العوده، خلاه وجهز بشكل مثالي، وبالتالي جمال راشد استعاد ثقة بنفسه، وبالتالي الآن جالس يقدم المستوى المأمول منه. صحم تدخلات الكابتن خيري أعتقد أثمرت بشكل إيجابي في الشوط الثاني، سجل هدفين لكن من ركلتي جزاء، لكن في المقابل هي هدفين كان ممكن مع أي لحظة من لحظات المباراة ممكن فريق صحم يعود للمباراة. 3 نقاط ثمينة لفريق النهضة، واقعية حمد العزاني رغم الغيابات ورغم جسارة وقوة الفريق المنافس إلا أن نتعامل بواقعية تامة مع مع المباراة، وبالتالي اقتنص 3 نقاط، وسعت الفارق بينه وبين فنجا إلى 8 نقاط، وبكرة طبعا فنجا يواجه السويق في مباراة مصيرية بالنسبة لفنجا تحديدا، وحتى السويق، لأن السويق الآن اشترك مع أصبح السيب. مهدد من قبل السيب في ضياع المركز الثالث، وبالتالي السويق نفس الشيء عنده طموح آخر، لذلك فنجا بكرة على المحك، يعني هل يمنح أو يساهم في إعطاء الدرع الدوري مبكرا لفريق النهضة من خلال تعادل أو خسارة بكرة، أم أنه يبقي الدرع في داخل الميدان رغم الفارق اللي بيستمر إلى 5 نقاط في حال فوز فنجا بكرة على السويق، سيبقى الفارق 5 نقاط لكن تبقى في الميدان 6 نقاط، وربما ان هذا قادر انه يجمع 3 نقاط. النهضه امر بيده ويفوز كل طبعا المباريات. لذلك ابو خالد مباراه جميله استمتعت لها بصراحه من خلال شوطي المباراه، التحكيم مثل وايد كلام اخوي هلال بالفعل على علامه استفهام اليوم، خاصه في ركله الجزاء الثالثه اللي احتسبت لي على مهند الحسني، فاتمنى من الكابتن عمر اليعقوبي ان يكون اكثر تركيزا مثل ما هذه المباريات، وهذا التوقيت حساس جدا، يعني انت لما يعني فرضا مثلا النهضه ما كان متقدم ب4 اهداف مثلا كان ممكن تغير النتيجه، لذلك اتوقع ان عمر اليعقوبي اليوم ربما اخطا في ركله الجزاء الثالثه بشكل كبير. هذا طبعا اتوقع هذا الهدف الرابع، طبعا محمد افيلاي يسجل هدف رائع، لاعب هادي ويتهدى الكره، وصل الى القرب من سليمان البريكي لكن وضع الكره في سقف المرمى، وبالتالي هدف يحسب لمحمد افيلاي. اليوم يرد على نادي صحن بانه بالفعل كان يعني الرهان عليه خاسر لما طلع من صحن ورجع الى نادي. على هذا الطاري يعني شفنا علاقتهم مع اللاعبين في وقت يعني توقف المباراه لاصابه او خطا، كان يعني بينهم ابتسامات. لا طبعا ود، لان تدرب معهم فتره طويله محمد افيلاي، وبالتالي بينهم الود. فمبروك النهضه، هارد لك صحم، لكن ساهم الكابتن خيري اليوم وصحم في يعني اعطانا مباراه جميله جدا بصراحه. يحسب الكابتن خيري انه لعب بكل الاسماء، نعم في بدال موجوده لكن لعب من بدايه المباراه بكل الاسماء اللي كانت موجوده يعني امامه، وبالتالي قدم لنا وساهم في تقديم مباراه كبيره. جمعة سعيد لا زال من يوم لاخر يؤكد بانه بالفعل هو اللاعب الابرز في دورينا من اللاعبين المحترفين، يعني هذه الكره بصراحه يعني لو لاعب محلي اتوقع انه من اللمسه الاولى يعني يلعبها، لكن تريث واخذ وقته وفكر ولساهم فيه طبعا سليمان البريكي لانه شوي نزل الارض، وبالتالي هو لعب في سقف المرمى هدف رابع. يمكن كان ربما لو كان نادي غير نادي صحم او ربما كان مدرب غير عبد الرزاق خيري كان ممكن يقول ان الامر انتهى وبالتالي يستسلم، لكن استمر العمل وكان نتاجه طبعا هدفين وتقليص النتيجه الى 4-3. نبارك للنهضه، واعتقد ان الدوري اصبح يعني قريب جدا من محافظه البريمي للمره الثالثه في تاريخ نادي النهضه، وهارد لك صحم، واعتقد ان رب ضاره النافعه اعتقد جاءت في توقيته طبعا الخساره، على اعتبار ان صحم عليه التركيز الان على مباراتي المربع الذهبي. هذه ركله جزاء فيه هذه ركله جزاء يعني
هذه فيها لمسه هنا مع مهند نفسه. هذه لمسه لان مهند يعني خلينا نقول اهمال بصراحه، يعني كانت كرة ممكن تمر وتعدي بدون اي خطوره على المرمى، لكن الكره الثالثه ويحسب رياض سبيت بصراحه رده فعله في ركله الجزاء الاولى كانت جدا رائعه بصراحه، وساهمت في ان فريقه يرجع للمباراه ويسجل هدف التقدم. اعتقد ابو خالد 7 أهداف في مباراه بين النهضه وصحم كافي انه يدلل للجميع بان كانت مباراه متكافئه الى حد بعيد. طيب يعني هو ديدن هيثم دائما يتكلم عن التحكيم، فاليوم كان في بعض الاشكاليات مثل ما ذكروا الشباب، وفي النهايه 54 نقطة يصل إليها النهضة، هو بحاجة طبعا إلى ينظر لمباراة بكرة أو طبعا ننتظر الجولات الثنتين المتبقيات، لكن كسب صحم وحقق المراد في هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي على الجمهور أبو خالد وعليك وعلى كل زملائي، وهو مو موضوع ديدن أو هذه، وإنما أبو خالد يعني إحنا نتمنى دائما نتحدث انه بس يعني تتفقوا ان هي المشكله كانت الخطا في ضربه الجزاء يعني لا ما غير لا يعني ما يعني قربت النتيجه نعم لا لا اقصد انه هو الخطا الوحيد للحق يعني كخطا ظاهر بصراحه هي يعني شوف انا ايد صالح بهذا القرار اللي اتخذ، وحقيقه هذه اللقطه يعني احنا نتمنى انه ما تكون هناك اخطاء، يعني نتمنى ان تكون القرارات سليمه. طبعا الاعتراض هذا غير مقبول يعني من عيد الفارسي او من الان الفلايجة وهنا خليفه موجود وكل شوف سالم الشامسي عنده الرجل خبره كبيره يحاول ان يهدي الموضوع هذا من قبله طبعا لانه هو اتخذ قراره، لكن قراره بالفعل يعني شوف ضربه جزاء مشكوك في صحتها. شو مشكوك؟ مين مضرب جزاء؟ يمكن من هذه توضح اكثر. يعني غير يعني احنا بدنا نتحدث عن راينا في هذا الموضوع انه صحيح. مشكوك في صحته يعني معناه انه فيها كلام انه ليست ضربه جزاء. فهنا من يلام؟ يلام يعني الحكم والمساعد اللي ايضا كان قريب بهذه الحاله وجدا كان نظر على الحاله اللي صارت، فبالتالي هذا القرار كان غير موفق من قبل نقول طاقم التحكيم يعني الحكم والمساعد، هذه حقيقه. لكن احنا نتحدث عن مباراة بها هذا العدد الكبير من الاهداف، هناك اخطاء بالدفاع بكل شك، يعني 7 أهداف 4 هنا و3 هنا، يعني هناك اخطاء في خط الدفاع للفريقين. اليوم هناك لاعبين حقيقه ما ظهروا يعني بالنسبه لفريق نادي صحم، ومثل حسن مظفر اللاعب الكبير بان عليه صحيح. انه ما جاهز، بان عليه انه غير جاهز بدنيا، يعني حتى عنده زياده كبيره. احنا حسن لاعب قدوه ولاعب كبير ولاعب لا غبار على امكانياته، وكنا دائما نطالب به ونسال من هذا المنبر وين حسن المظفر، دائما انه مصاب. اليوم شفنا حسن ما جاهز لهذه المباراه للامانه، يجب ان نتحدث بواقعيه ومصداقيه. هناك لاعبين ايضا ما ظهروا اليوم بالمستوى، اذا كان على سبيل المثال يعقوب عبد الكريم ايضا اليوم ما كان بالمستوى اللي نعرفه عنه، فبالتالي تم استبداله من قبل مدرب الفريق. الاخطاء الدفاعيه اللي يعني بالعمق الدفاعي، حتى المساندين يعني ناصر العلي مثل ما ايضا تكلم زميلي صالح، بالفعل يعني مستواه اليوم مو بالمطلوب بهذه المباراه الكبيره. سليمان البريكي يعني اليوم ايضا سجلت له كم حاله يلعب الكره بالخطا من الدقيقه على سبيل المثال 54. أنا ما أريد أرصد لكل كرة يلعبها سليمان البريكي، لكن يجب أنه مو فقط نتحدث عن عندما الفريق يحقق الفوز، يجب أن الواقعية تلمس أنه أنت تتحدث عن الفريق عندما ينهزم. مباراة نعم مثيرة جدا، مباراة ممتعة، مباراة هي متعة كرة القدم بالأهداف. إحنا كجمهور أو متابعين استمتعنا بالأهداف، يعني هذه الحركات الجميله والفرحه الكبيره طبعا للاعبين النهضه، من حقهم نبارك لهم هذا الفوز، فوز بجداره تحقق فريق النهضه الفريق الاكثر استقرار، رغم ايضا انا دائما اقول انه هناك تذبذب في النتائج، والدليل اليوم مباراه المصنعه والاتحاد، فريق يخسر 8 فريق يفرمل الفنجه ويتعادلون، يعني هذا ليس انتقاص لكن هذه الواقعيه انه معظم الفرق نتائجها متذبذبه في الدوري. ناتي على فريق نادي النهضه، طبعا اليوم ايضا صحم يعني يمكن بان غياب محترف السوري اللي عرفنا انه مصاب، محمد زينو حقيقه لاعب يعني عند اللمسه وهو يقترب من حراس الفرق المنافسه. ابراهيم اليوم كان جيد حتى وان سجل، يعني مو فقط لانه سجل ضربتين جزاء،
عكس المحترف الآخر باتريك اللي مو فقط أضاع ضربة جزاء وكانت تقود فريقه إلى التعادل في المباراة وبالتالي يتعثر النهضة من خلاله، لكن اليوم أيضا هو ما ظهر بالصورة اللي شاهدته من خلاله في البطولة الخليجية. نأتي على فريق النهضة، هناك طبعا أخطاء أيضا ارتكبت وبالتالي تم يعني لولا هذه الأخطاء ما سجل هذا العدد من الأهداف في شباك نادي النهضة، وهو كان محافظ حتى الجولة الماضية على أنه يمتلك أقوى خط دفاع مناصفة مع نادي ظفار. اليوم طبعا بالفعل كان غيابات مؤثرة، يعني امتياز دائما الرجل يصنع لك الفارق، لاعب يعطي الزيادة العددية، عنده الإمكانيات، عنده اليوم مكانه كان فارغ بصراحة من وجهة نظري. عيد الفارسي اليوم ما ظهر بالمباراة، اليوم جمعة سعيد أنا من المباراة السابقة اللي شاهدت بيها من البطولة الخليجية وطلع كان مرهق، لكن اليوم جمعة سعيد من ظهر صنع لك 3 أهداف، يعني هذه قيمة اللاعب المحترف أو هذه المحترف اللي نبحث عنه، مو أي لاعب محترف نسميه ويجي ومقابل عقد، يعني ما نريد نتحدث حتى بعضهم عقوده يعني ضعيفة جدا، إذا ما سجل يساهم في التسجيل، لكن 3 أهداف يصنع لك، هذا لاعب قيمة عالية بالفريق ومثل ما شاهدناه وتمركزه وكيف أنه الواقعية اللي لعب بيها، أيضا التمريرات المؤثرة، الحركات الفنيات أو المهارات اللي يمتلكها هذا اللاعب، شاهدنا الهدف الجميل اللي صنعه للمحترف البحريني جمال راشد. طبعا مهند الحسيني هو يمكن الأكثر اللاعبين أخطاء في هذه المباراة، احنا ما نريد نكرر على اللاعب أو نضغط عليه، لكن مهند الحسيني اليوم ما كان مركز، ارتكب أخطاء وجت منها الحالات اللي احتسب من خلالها الحكم ضربات الجزاء بالنسبة لفريق نادي صحم. طبعا حكم يحتسب لك 3 ضربات جزاء في مباراة، وان احنا ذكرنا اتفقنا على انه هذه ضربة جزاء كانت غير صحيحة، يعني من وجهة نظرنا انا وزميلي صالح ويمكن حتى هلال تحدث، لكن انه يمنحك يعني يمنح هذه الضربة جزاء، هذه اعتبره الحكم يعني عنده قوة إرادة، شخصيته قوية، بحيث هناك بعض الحكام يتغاضون، احنا نشوف في دوريات قوية حالات تصير بها يعني ضربات جزاء، يعني ربما اعثار داخل منطقة الجزاء ويحاسب عليه القانون، لكن مع ذلك الحكام يتغاضون. اليوم الحكم طبعا احنا تحدثنا الإلى والعليه، العليه انه الاعتراض ما يجوز، والإلى قلنا عليه انه الحكم في بعض الأحيان كان جيد بقراراته، لكن الخطأ هذا اللي ارتكبه وهي احتساب لضربة جزاء. بعض اللاعبين الآخرين يعني اليوم مثلا بان أيضا في وسط الملعب غياب علي الجابري، حمد الشيبة ثقله في منطقة الدفاع، الأسلوب اللي يلعب به الكابتن حمد دائما يعني شوف يلعب بثلاثة مساكين اثنين، فاليوم مع فريق طبعا بالمناسبة نادي صحم ما أعرف كيف أنه يلعب مع فريق مثل النهضة، فريق يطمح انه يفوز بالنقاط حتى يقترب من معانقة اللقب، يفتح الملعب امامه خصوصا بعد ان تاخر، حتى وان كان متاخر شاهدنا يعني هناك خصوصا الهجمات المرتده اللي صارت، لو مستغلها لاعبي النهضه بصوره صحيحه، يعني هو استغل حالتين تقريبا كان ممكن النتيجه تتوسع بالنسبه للنهضه، فصحم لعب فيما بعد يعني لعب مفتوح، واليوم احنا شاهدنا انه وسط الملعب بالإضافة إلى قلبي الدفاع حتى على الطرف، لأن اليوم استغلت جهة حسن مظفر، فشاهدنا أنه بعد تغييره الفريق شوية استعدل على جهة اليسار عندما تم تغيير حسن مظفر في المباراة لأنه ما كان جاهز. عموما مباراة المتعة موجودة، الإثارة موجودة، تمتعنا بالأهداف الكثيرة، مباراة قمة بها خطأ تحكيمي، لكن مجملها يغلب عليها الأخطاء الدفاعية الكثيرة. على فكرة يعني عشان بس نوضح، خطأ تحكيمي من وجهة نظركم طبعا ممكن يكون جوانب تحكيمية، يعني ربما يعني المختصين يطلع يقول لك هذا مو خطأ ويعلل لك أنه كان يد اللاعب والمدافع، لكن هذه حسب ما شاهدناه احنا يعني هذا رأينا أكيد. طيب مساء الخير أبو فيصل. الآن بحسبتك احنا لغاية الصحار اللي هو السادس 34، هذه اللي عدوا خلاص مع نتائج مباريات اليوم. نعم. ظفار، صور الشباب، المصنعة، العروبة، لا هذه اللي يحتاج نقطة. يحتاج نقطة نعم.
الان العروبه والنصر هم الاشكاليه الاكبر بالنسبه لهم. اعطونا الترتيب قبل ما يتكلم ابو فيصل في السليم. طيب نشوف الترتيب. النهضه طبعا هو في المرتبه الاولى الان ب 54 نقطه. فنجة والسويق مبارياتهم بكره بس لكن محتفظين او مبارياتهم بكره بس محتفظين بمركزيهم الثاني والثالث. السيب الان وصل 38 نفس رصيد السويق. الصحم والصحار، الصحم خسر والصحار فاز، الان كلهم صار 34. هذيل الان الخمسه او السته الان هاي في الترتيب الاول انهوا مشوارهم فيما يتعلق بموضوع البقاء والملحق. ظفار اللي هو السابع، وصور الثامن، والشباب التاسع، والمصنعه العاشر، كلهم 33 نقطة. هذول محتاجين نقطة من مباراتين عشان يوصلوا 34 وينتهي يعني المشوار بالنسبة لهم في رحلة الخروج من المأزق. اللي في مأزق حقيقي العروبة، اللي في مأزق المأزق نفسه نادي النصر. العروبة عنده 30 والنصر عنده 27، طبعا الجيش 13 والاتحاد 8. هاي طبعا كمقدمة أبو فيصل، لكن احنا تابعنا مباراة جميلة بين الفريقين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو خالد حقيقة أكد يعني أجدد مرة ثانية الترحيب بكم والمشاهدين الكرام. خلينا أول شيء قبل عن الأخوان ذهبوا للمباراة، أنا خلينا قبل عن أذهب المباراة أدخل على الجولة 24 من بداية، على اعتبار أن اليوم هي جولة تكلمنا عنها اعتبار من أهم الجولات الهامة والمصيرية. وفعلا يعني اليوم الجولة 24 أتت بنقاط أنا أقدر أحصرها في ست نقاط أو خمس نقاط أذكرها في الآتي. يعني اليوم قيمت ست مباريات على اعتبار مباراة فنجة والسويق وفنجة بكرة راح تلعب على اعتبارها مؤجلة. أربع مباريات اليوم انتهت بالفوز، مباراتان انتهت بالتعادل. استمرارية الصدارة لنادي النهضة على اعتبار أنه وصل النقطة ل 46 54 نقطة 54 نقطة. اليوم السيب يزاحم السويق، اليوم أنا أتكلم عن اليوم ما أتكلم عن مع نتائج اليوم، مع نتائج اليوم يزاحم السويق في على المركز الثالث برصيد 38 نقطة في انتظار مباراة غدا فنجة والسويق. أندية مثل ما تفضلت أندية ظفار وصور والشباب والمصنعة بحاجة إلى نقطة حتى يعبروا بر الأمان. العروبة لم يساعد نفسه اليوم عند بعد هزيمته من الشباب بقى على في موقف كثير حرج جدا، لم يساعد نفسه وما استفاد حتى من صفقة النصر. خلينا أقول مثل ما تفضلت أبو خالد، صحم وصحار ضمن البقاء، وأكثر شيء يعني اللي كان شبه تدور حوله بعض الأمور لكن اجتاز بنجاح حقيقة وشيء يحسب له هو نادي الصحار، وأنا أعتبره بطل. الدور الثاني حتى الآن أعتبر أنه يتساوى مع نادي النهضة. نادي النهضة الآن متصدر، نادي الصحار نفس الحالة يساوي في عدد الفوز بعدد مرات الفوز في الدور الثاني، وبالتالي نادي الصحار حقيقة أثبت. وقد يكون أن هناك كانت بعض الأقاويل حول نادي صحار والفريق كان في يعني في وضعية، لكن نتكلم عن بقاء صحار اليوم، تواجد صحار في المركز السادس أبو خالد هذا يعني أمر في منتهى السعادة للقائمين على نادي صحار ومحبي نادي صحار، ويؤكد ذلك تواجدهم اليوم في محافظة ظفار وبعدين بنتكلم في هذا الجانب. النقطة الخامسة هي على اعتبار أن نادي النصر اليوم ما زال يعيش في مأزق، مأزق كبير جدا في هذا الموسم على اعتبار أنه يعني للأسف الشديد لم يقدم الطموح التي يعني كان تراود محبي أزرق المحافظة محافظة ظفار. اليوم يقع في الترتيب الثاني عشر برصيد 27 نقطة، وكان يمني نفسه اليوم عندما يقابل صحار في محافظة ظفار على ملعب السعادة أنه يكسب ثلاث نقاط ويوصل على الأقل إلى 30 نقطة يتساوى مع العروبة، لكن النتيجة والأداء لم يساعد الفريق النصر. ذهبت النتيجة والأداء والحضور الجماهيري المميز لصالح نادي صحار، وبالتالي الجولة 24 أباحت بهذه الأرقام وأباحت بهذه المعطيات التي تحدثت عنها وصلتها في خمس نقاط مهمة. أرجع لمباراة الإخوان تكلموا بما فيه الكفاية مباراة النهضة وصحم.
وحين تكلمنا امس وقلنا يعني اشرنا على بعض النقاط التي يعني كانت اليوم وجدنا مجموعه منها في الملعب على اعتبار ان نادي صحم احتفظ بمجموعه من اللاعبين على اعتبار ان عنده مباراه مهمه جدا. نادي النهضه تعنيه المباراه بنسبه كبيره 200% وحقق المطلوب الكابتن حمد العزاني والمساعد ماله والجهاز الفني عنده والاداري وكذلك الحضور الجماهيري انهم استطاعوا اليوم ان ياخذوا 3 نقاط مهمه وثمينه جدا من فريق من نادي صحم الا يلعبوا في نفس بطوله مجلس التعاون الخليجي في نفس المربع الذهبي، وبالتالي يعني يؤكد نادي النهضه احقيته او استمراريته للصداره وبادائه وبعطائه عطاء اللاعبين وحتى منظومه اللعب لداخل الملعب، بالرغم انه تعرف دائما البعض يتكلم ان كل فريق ما لازم يستمر بنفس الاداء والمستوى والاخري، هو فعلا لكن عندما نتكلم عن نادي النهضه تحصل المستوى يعني يتفاوت، لكن ما ذاك التفاوت اللي ممكن يعني يعتبر شيء كبير, عندما نجد ان فعلا في غيابات مؤثره اليوم عندما غاب محمد الشيبه، ونعرف محمد الشيبه عندما يتواجد في خط الظهر يمثل ثقل كبير، عندما نتكلم عن خط الظهر الاخر اللي هو امتياز عبد المعطي، نتكلم عن رمانه فريق نادي النهضه اللي هو علي الجابري، هذا اللاعب اللي يلعب بمتعه كره القدم خاصه في خط الارتكاز اليوم يغيب عن نادي النهضه، يعني ينزل الكابتن حمد العزاني بدلاء، لكن البدلاء بالرغم ان في اخطاء على بعض اللاعبين وبرغم ان في بعض الملاحظات عليهم، لكن اللاعبين الاخرين مثل خليفه عايل جالس يغطي على على كثير من الجوانب، ناصر شمري اليوم جالس يغطي على جوانب كثيره، حتى عبد الثويني اللي هو عبد الحافظ الثويني سجل هدف رغم انه خسر هدف يعني ضيع هدف، لكن سجل هدف وقاعد يقدم مستويات جيده. جمعه سعيد دائما يعني الكل يترقب عندما تصل الكره لجمعه سعيد ماذا سيفعل بالكره. جمعة سعيد اليوم ما سجل، لكن جمعة سعيد صنع هدف ما أروعه عندما سجل 3 يعني اللعب الرائع جدا اللعبة حق جمال بكرة خلفية رائعة، قال لجمال راشد سجل هدف وما أروعه في مرمى النهضة في مرمى عفوا في مرمى صعب حتى لو صنع الأفلاي محمد أفلاي سجل هدف ثاني سجل هدف الرابع بلعبة محكمة جدا وبطريقة ذكية جدا، إنه عندما يواجه المرمى ويضع الكرة في الزاوية 90 هي هجمة مرتدة لعبوها صح يعني من جمعة سعيد كانت هي بدايتها. نادي النهضة يعرفوا كيف يتعاملوا مع الظروف، يعرفوا يتعاملوا مع المباريات، يعرفوا يتعاملوا مع كيفية انهم يريدوا ياخذوا 3 نقاط لانه مهم صراحة جدا، يعني هو قريب من اللقب وهو يلعب في المربع الذهبي وبرغم شوف صحيح واصل مستوى بكل يعني تاكيد مخالد مثل ما تفضلت، يعني الفريق يلعب على 3 جبهات وجبهات شرسه جدا يعني 3 جبهات شرسه ويتواجد نادي النهضه بقوه فيها على اعتبار ان بطوله مجلس التعاون الخليجي هو في المربع، اليوم في الدوري هو المتصدر الاقرب يعني مباراه غدا قد يكون ان نقول قد يكون لا يعني نتمنى ان شاء الله السعاده للكل، لكن لكل مجتهد نصيب، يعني بكره مباراه السويق وفنجه تحمل عبر طياتها كثير من 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 الامور التي تحدد مسار الدرع الدوري، يعني بكره فوز السويق على النهضه على فنجه خلاص الدوري انتهى لصالح حتى التعادل يعني نقول هذه فرضيات السويق اليوم يستشعر خطورة تواجد السيب في نفس المركز ب 38 نقطة، يعني مباراة بكرة يريد المركز الثالث يريد على الأقل هذا الموسم ما يخرج خالي الوفاض، فبرجع أنا حق مباراة النهضة، حقيقة النهضة فريق يعني ممتع جدا برغم في أخطاء في خط الظهر اليوم كثيرة. في الوسط أبو فيصل اليوم أنور أروين هناي كان بطيء جدا في نقل الكرة يعني الأخطاء القاتلة يا اليوم محضر. اليوم أبو فيصل اليوم صحم 3 أهداف سجلهم ما كان في فرص حقيقية لنادي صحم، يعني الخطأ الأول الكرة الأولية الهدف الأول خطأ من مهند الحسيني سلم الكرة لمحسن جوهر، اللعبتين الثانيات ركلات كرات ثابتة، فبالتالي ما شاهدنا ذاك صنع اللعب ما شاهدنا فرص لصحم، فبالتالي اليوم الأخطاء هي يعني واضحة ان اليوم وسط نادي النهضه صح ما كان سيء لا ما كان سيء بس الفرص اللي يعني الفرص يعني انت لما تشوف فرص النهضه اليوم
تحس تسجيل هدف كانت بفرص يعني كرة عبد الحافظ ويني في الدقيقة 18 كرة جمع سعيد لجمال راشد كرة جمع سعيد لي يتكلم صالح لمحمد افيلاي كيف ابو خالد كرة ناصر شميل العرضي الكورنر بالهيد كرة ملعوبة لكن اليوم صحم ما صنع ولا فرصة ابو خالد شوف هو هذا اللي قصده يقصد صالح انه صحم لعب على الحالات الثابتة اللي ضربات أيوة جزاء ما صنع ولا فرصة ما خلق فرص حقيقية هذه حقيقة شوف عكس نادي النهضة هو واصل خط 18 عشان يصير ضربات جزاء ابو خالد كرة القدم هكذا انه هناك فرق يعني مره يمكن احنا صار بيناتنا جدل بموضوع مباراه سابقه على موضوع خلق الفرص فريق يخلق لك فرص في المباراه يحصل ربما يستغل هذه الفرص وفريق يلعب على حالات ثابته بس اليوم نادي صحم لعب على الحالات الثابته احنا ما نقلل من شان اللاعبين لا طبعا الحالات الثابته اللي جت من الاهداف من ركلات الجزاء هاي حالات ثابته صحيح لكن نادي النهضة في مباراة هذا اليوم خلق فرص حقيقية يعني شاهدنا جمعة سعيد شاهدنا هناك عبد الصمد سالم الشامسي أضاع فرصة الهدف سالم بعد نزول الملعب الأرضية الملعب سالم الشامسي ربما عيد هو الوحيد كان غايب محمد أفلاي يعني كان هناك صناعة فرص وخلق فرص وبناء هجمات بالنسبة للنادي النهضة أفضل هو بالفعل في وسط الملعب هم اللي سيطروا لا حقيقة وسط الملعب اليوم متحكم لكن الفريقين عندهم الأخطاء الدفاعية في خط الظهر يعني حنا برجع للحديث على اعتبار ان الاخوان عملوا المداخل انا ابو خالد نتكلم عن فريق لديه هدف في هذه المباراة ونادي صحم لديه هدف يعني في المباراة لكن ما بنفس الطموح وبنفس يعني احنا عندما نتكلم اليوم عن نادي النهضة كانت مباراة مهمة جدا يخطأ مهند الحسيني في الدقيقة السابعة أول سبع دقائق يخطأ بخطأ يعني كبير فادح يستغلها محسن جوهر هذا اللاعب حقيقة أنا بصراحة من اللاعبين المعجبين في من الأشخاص المعجبين بهذا اللاعب ومتى ما يكون مركز تحصله قاعد بصراحة يؤدي مستويات كثير جيدة سجل هدف في مرمى البسيتين اليوم سجل هدف ما أروع عندما كان متابع كرة مهند الحسيني وخطفها ولعبها في زاوية ضيقة حقيقة على رياض السبيت في الدقيقة السابعة شوف النهضة بعد ثلاث دقائق مباشرة يعاود ويتعادل مع نادي صحم ردة الفعل كانت سريعة أيوة سريعة كانت ردة الفعل سريعة وفي دقيقة 45 كرة جمعة سعيد بالخلفية اللي جمال راشد وينهي الشوط الأول بتقدم النهضة بهدفين لهدف مع أن صحم ضيع ركلة ركلة جزاء وكانت ركلة الجزاء كفيلة أنها تغير مسار المباراة لكن الهدوء في لاعبين نادي النهضة والرغبة الحاضرة أنهم يستغلوا أي فرصة سانحة لهم يستغلوها بطريقة أخرى إحنا كنا نتكلم الفترات الماضية عن نادي النهضة بضعف حراسة المرمى وذكرنا في البداية كان في ضعف في حراسة المرمى لكن اليوم أثبت رياض سبيت يعني نعرف رياض سبيت من الحراس الجيدين كان في منتخب الناشئين سابقا اليوم أثبت حقيقة يعني حماسة وأثبت أنه فعلا أراد أنه يطور نفسه ويشتغل على نفسه خلال المرحلة الماضية ووصل لمستوى صراحة جاهزية جيدة لأنه صد ضرب ركلة جزاء وتعامل مع كثير من الكرات بردة فعل كانت الركلة الثانية كان ممكن يجيبها كان ممكن يجيبها متميز فعندما تجد أن فريق يعني عناصره من حراسة المرمى إلى خط من خط حراسة المرمى وخط الظهر والوسط والهجوم شبه مكتملة إذا يكون فريق مكتمل الأركان نادي النهضة حقيقة فريق مقنع جدا نادي النهضة فعل قاعد يشتغلوا عليه أجهزة جهاز فني رائع اللي هو الكابتن محمد العزاني ومكسب جدا هو ومكون ثنائي جيد هو محسن درويش حقيقة مع بقية الإخوان وهذا ما يؤكد على أساس طريقة اللعب والأسلوب اللي قاعد يلعب الفريق اليوم داخل الملعب وكذلك الحال بالنسبة لتجهيزات الفريق بكل تأكيد الجهاز الإداري والإدارة النادي اللي وفرت كافة الأمور لأن فريق طامح وفريق يريد يحقق نتائج إيجابية أتكلم عن صحم أبو خالد اليوم يعني المدرب عنده حسبة ومباراة مهمة جدا ويريد يدخل هذه المباراة باختبار لبعض اللاعبين خاصة انه نعرف تماما ان خط ظهر نادي صحم مهزوز في هذا الموسم كثير يعني ما فريق خط الظهر ما هو الخط الظهر
اللي عودنا عليه صحم. فكابتن خير عبد الرزاق يركز كثير على اليوم، حتى عندما شارك اليوم الكابتن كابتن حسين المظفر حقيقه يعني ما كان يعني كان بكل تاكيد كان الهدف الكابتن خير انه يشارك لان عنده مباراه قادمه. صحيح. فشوف جاهزيته، لكن للاسف الشديد كابتن حسن ما كان جاهز. افتقدناه في الجهه اليسرى اليوم. ايوه بين يعني شوي بين يعني حتى من خلال المباراه بين الثقل، حسن ما كان جاهز بدنيا، ما كان جاهز يعني حتى ما جاهز ابدا، حتى يعني كراته كانت اغلبيه كرات مقطوعه وتحركاته كانت ما هي تحركات محتاجه الى جهد، وبالتالي اضطر انه يسحبه في الشوط الثاني وينزل عبد المعين المرزوقي اللي شكل حقيقه يعني من جانبه الجهه اليمنى بدا يشتغل شغل كثير جيد. اتكلم عن ما زالت مشكله نادي صحن تكون في خط الظهر، وهو اليوم قد يكون الكابتن، وارجع مره ثانيه للكلام، ارجع اقول خط الظهر صحن في مشاكل، وركز اليوم كابتن خير على خط الظهر، واراد انه يقيس النبض او يقيس قوه يعني فريقه في خط الظهر مع قوه هجوم نادي النهضه، لكن للاسف ما زالت مشاكل نادي الصحن في خط الظهر، ما زال يعاني من دي سيلفا، وما زال يعاني من محمد مطر، ما هم اللي كانوا اللاعبين. ابو فيصل شوف الجول لياب ناصر شملي، هو اكبر دليل على ان سوء تمركز اليوم في دفاعات نادي الصحن. ناصر كره كورنر، ناصر يروح قبلهم بخطوه بالرغم انه مدافع، يحط الكره بدون اي مضايقه، هاجم الكره ناصر. هاجم الكره ناصر يعني الكرة. ما حد رغم انه لاعبين نادي الصحن هم المفروض ثابتين. هم المفروض المشكله ما زال الفريق نادي الصحن يعاني من خط الظهر. والشيء الاخر خط الظهر ما كان في امامه ارتكاز، احنا الان نتفاجئ اليوم ناصر ما كان بالمستوى اللي قدمه ناصر علي. ناصر علي يعني ناصر علي كان من حقيقه من اللاعبين اللي يعني دخل سحبه من المباراه. ايه يعني بس اليوم، وحتى هو شارك مع عبد الله العجمي بدل سمير البريكي، بحيث انه تعرف محتاج لبعض الاوراق للمباراه القادمه، لكن ما كانوا فاعلين، ما كانوا باك الدور. نعرف بعد سمعنا التعليق ان محمد زينو كان مريض، الله يعطيه الصحه والعافيه الله يشافيه، لكن اللاعب باتريك ما كان بالمستوى المأمول منه في مباراة اليوم. شارك اللاعب فهد الجلبوبي في الشوط الثاني، عمل بعض المحاولات، لكن تعرف دائما فهد الجلبوبي عندما يريد المساحه يريد انه يلعب كرات نازل. فهد نتيجه 4-1 كانت، يعني النتيجه كانت متقدم نادي صحن، وبالتالي مباراة اليوم يعني باحت بأسرارها وباحت النهضة كسب اللي يريده من خلال المباراة، وصل الى منطقة كثير مهمة جدا، يعني باقي له جولتين قادمتين، وبالتالي هو اليوم ينتظر لمباراة بكرة هي المؤجلة مع السويق وفنجة، ماذا ستسفر عنه؟ وإذا بكرة فنجة فاز في المباراة يعني وكل شيء وارد، أنه ينتظر المباراة القادمة يخلص نادي النهضة مع العروبة قد يكون، لأنه بتكون صعبة. النهضة احنا قلنا أمر فيده أيوه. لأنه هو متقدم حتى لو فاز فنجة في 3 مباريات النهضة يريد نقطتين، يعني من مباراة القادمة نقطتين. اي بس يعني تعرف الآن كل المنافسين بيدهم، يعني الآن الأمور سواء كالنهضة الأمور بيدهم، يعني الأمور لا بس النهضة يعني الأمر أسهل بالنسبة له هو بالضبط، تكسب المباراتين ما عندك مشكلة بنتيجة فنجة، يعني بعيده ومحتاج خدمة. لا ما شيء ما بيده ومحتاج يعني محتاج انه يتعثر النهضة مباراتين، يتعثر النهضة وفي نفس الوقت محتاج انه الامور صعبة الآن بالنسبة لتعثر النهضة، يعني انا اعتقد صار مسألة وقت لأكثر، يعني هي مسألة هي شوف صراحة. 24 ساعة القادمة راح تعلن عن الجولة مثل ما ذكرت اليوم 5 نقاط. لا تعلن عن ايش 24 ساعة القادمة؟ تعلن عن بطل الدوري، بطل الدوري في حالة تعثر الفنجة في حالة ممكن خلال ال 24 ساعة ما تعلن. ما تعثر، قاعد اقول لك ممكن ما قلنا هو لا ممكن. فيصل قلت انت خلال ال 24 ساعة تعلن بطل، لا قلت ممكن تعلن ممكن ممكن ممكن، انا قلت لك خلال 24 ساعة ممكن تعلن خلال 24 ساعة. في نقطة بس ابو فيصل، يعني ممكن حسن مظفر اللي ذكره كل الاخوان متفقين على اساس احنا نعرف انه حسن هو راجع من اصابه، كان قدم مستوى جيد بدايه الموسم تحديدا مع نادي، وفيما بعد هناك حصلت الاصابه، ظهوره رجع يعني رجع حسن بعد كذا مباراه متاخر بشكل كبير، يعني هل الاصابه او ما شابه، ولكن حسن محتاج
مباريات اكثر، محتاج عودة يعني هو انه يساعد نفسه يرجع، لان اليوم صراحه ما لاحظنا واحنا متابعين ما هو مستوى حسن اللي يعمل الفارق مثل بدايه من الطبيعي الموسم. ابو حمد لاعب يغيب فتره بالضبط من بالضبط يعني شو تريده يرجع اليوم؟ بالضبط النقطه الثانيه شاهد حسن. نعم النقطه الثانيه بالنسبه لحراسه المرمى في نادي صحيح انه رياض يعني قدر ياخذ مكانه، ولكن هناك نفس الشيء في عوامل انت طبعا يعني السعدي بصراحه يعني السعدي خميس كمدرب الحراس. أنا, انا انا بعطيك مثال بسيط، يعني بدايه الموسم كان رياض هو الاساسي، كان رياض حصل انخفاض في يعني او بعض الهفوات من صحيح. من رياض مسك عبد الله وظهر مستوى جيد، حصل انخفاض من عبد الله مثلا وفيما بعد اصابه افتكر رياض يعني في تناوب، فمعناته هذا العمل لما يكون كذي معناته هناك ما في عاطفه. ابو خالد خلينا نكون واضحين، ما في عاطفه، اللاعب اللي عندي اللي صح واللي يخدمني هو اللي يمسك، وهذا الحارس الثالث من لحظه ابو حمد، الحارس الثالث من في نادي النهضه هويدي، محمد هويدي. شوف لو في مثلا لو نادي النهضه يتعامل بالاسم كان ممكن تلاقي خليفه عال من اساس من بدايه الموسم. بالضبط لو يتعامل بالاسم كان ممكن تلاقي محمد هويدي اساس من بدايه الموسم، لكن من الشغل اللي اشتغل الجهاز الفني في نادي النهضه سواء مدرب حراس سواء الجهاز يعتمد على الاسم، ما يعتمد على الاسم وهذا الشيء، وهذا الشيء اللي نجح فريق النهضه بصراحه، ما يعتمد على الاسم. سالم الشامس اليوم يرجع بعد فتره بعد ان كان في نادي يعني السلام في الموسم الماضي، يعني ناصر الشملي الموسم اللي فات كان مع ظفار، شوف الان ايش المستوى اللي صحيح. خليفه كان مع ظفار، شوف الان خليفه بدا ياخذ وضعه صحيح بصراحه يعني محمد افيلا، فهذا افيلا بالضبط عليك، فهذه كلها يعني حتى عيد السنه هذه افضل من لما كان عندك مجموعه تاخذك مجموعه تاخذك وتشيل ومهند 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 الحسيني لما كان نادي مسقط، يعني صراحه هذا يحسب نفس الشيء. صح ان في اخطاء اليوم، صح ان في اخطاء لمهند اليوم، لكن اخطاء وارد لانك تقابل فريق صحم، وبالتالي انت اليوم فاقد اللاعب الارتكاز الاساسي اللي هو علي الجابري وقبل طبعا منصور نعيمي، وبالتالي ضاعت المنظومه، لكن على الاقل تقدير اسماء ظهرت وساهمت بشكل كبير في النهضه صحيح الصدارة. ابو عبد الله هذا بناء على قراءه صحيحه من الجهاز الفني، بناء على قراءه صحيحه من الجهاز الفني لكل لاعب انت عم تتكلم والتوقيت التوقيت المناسب للاعب، يعني حتى اليوم بعد ما سجل النهضه الهدف الرابع البعض قد يقول انه يعني كان ينبغي انه يريح من جمعه سعيد على اعتبار انه 4-1 وصل 4-1، لكن قد يكون احتفظ بجمعه سعيد على اعتبار خلى جمعه سعيد في الملعب بدور دائما تكتيكي، انه جمعه سعيد عامل يعمل ثقل في الملعب، يمسك كره يحاور يلعب كرات حتى لو انه ما يتحرك كثير، لكن قراءه مدرب للفريق ويعرف ايش يريد، لان حتى نادي الصحم الشوط الثاني حقا يعني قدم مستوى كثير جيد، ردت فعله كان جيده، وصل للمرمى بس النهضه اليوم الاخطاء الدفاعيه ضيعت مجهودات اللاعبين الاخرين، اخطاء دفاعيه يعني كان ممكن تنتهي مباراة بالتعادل صحيح، يعني كل هذا اللي تكلمنا عنه. شوف اضيف على كلام ابو فيصل هيثم، شوف الدقائق الاخيره الخمس دقائق اللي اضافهم الحكم ولا اربع دقائق، شوف جمع سيد ايش كان دوره يمسك الكره يهديها يحاول ياخذ فاول يروح مساحات، شوف هذا خبره اللاعب لانه حس بالخطر، يعني انت 4-3 نتيجه وصحم ضاغط واخطاء في الوسط واخطاء وحكم المباراه يعني للركن الاخير يعني، فبالتالي جمع سعيد استغل خبرته اليوم صراحه في انهاء المباراه بشكل مثالي واعطى فريق له صنع لك ثلاث اهداف هذا اللاعب اللي نتكلم عنه. طيب عموما احنا نبارك للنهضه وصول للنقطه 54، 4 اهداف اليوم على مقابل 3 طبعا في مباراه امام صحم، ويواصل مشواره نحو التتويج باول لقب في كره القدم العمانيه وهي تدخل عالم الاحتراف. قبل ما نختم هذه المباراه بس يمكن كثير طيب باخذ تويتر، طيب اعطونا تويتر وبعدين بنقول اللي في بالنا. ناخذ تويتر. طيب الملهم الهوتي يقول النهضة يقترب من الدرع بشكل كبير، بس أتمنى من إدارات صحم النهضة الاهتمام بشكل كبير بالبطولة الخليجية لكي نشوف نهائي عماني وربي يوفقهم إن شاء الله، أتمنى التوفيق للفريقين. عادل السعيد يقول رغم الخسارة إلا أننا نرفع القبعة للاعبي الموج الأزرق على الأداء، وبإذن الله نرى هذا الأداء في بطولة أندية الخليج. النجادي الاخطبوط وكعادته يمنح بطولة الدوري للنهضة تحية خاصة للمدرب الوطني القدير حمد العزاني وأمنية خاصة بتحقيق البطولة الخليجية. أبو حميد الفزاري النهضة يصير في الطريق الصحيح، يؤدي مباريات لها طابع الفم والاستحواذ وأصبح قريبا من الدرع بنسبة 87%، نبارك لإدارة النهضة وجماهيره. واليوم النهضوي يتحدث عن 90% طبعا من مشوار
ابو حسين رديني، حبيت اعرف نادي النهضه لاعب ضد صحم او ضد برنامج الدكه؟ لان شاهدت لافته عن جماهير النهضه تقول هذا لك برنامج الدكه. هي بنقول بعد شوي رديني. شكرا لك. مكتوم مكتوم عاجل، درع دور عمان تل المحترفين يعبر منفذ وادي الجزي باتجاه محافظه البريمي بانتظار عربات النقل في عبري للنقل تتويج النهضه رسميا. ان شاء الله بتكون مباراه منقوله طبعا الجوله القادمه. احمد البلوشي، برنامج الدكه مميز للغايه، اعطى كل الفرق حقها ولم يكن البرنامج متحامل على اي نادي، ولكن البعض يعاني من الحساسيه من الانتقاد. بدر، النصيحه لكم جاملوا ولا تنتقدوا الحركات المسيئه من قبل بعض اللاعبين، عذرا اني النهضاويه، كنا نتمنى لافته شكر لفريقكم. النهضه قاب قوسين اودنا من اللقب، اتمنى من ملك الفنجاوي عدم فقد الامل حتى اخر لحظات. هذا طبعا ابراهيم الرواحي. تغريدة عامر رواس، برنامج الدكة الأفضل حاليا من وجهة نظري لكمال الله سبحانه، لافتة وعبارة لا تمثل كل جماهير النهضة، هذه وجهة نظر بعض الجماهير فقط. طيب شكرا للمغردين. طب هناك في بعض التغريدات الحقيقة أحيانا يمكن ما يسعفنا الوقت أن نأخذها، فوجب علينا أيضا نشكر كل المغردين اللي متفاعلين مع الحساب البرنامج على التويتر. يعني احنا بنقول نفس الكلام اللي ذكره بعض الاخوان. اليوم شاهدنا لافته من بعض وعدد بسيط جدا من جماهير نادي النهضه تقول هارد لكم، هارد لك لبرنامج النهضه، هارد لك لبرنامج الدكه. ليش ما نعرف؟ طبعا هم وجهه نظرهم، حاولنا نستفسر عن الموضوع، يبدو ان هناك سوء فهم او يعني فهم اخر لما يتم الحديث عنه في برنامج الدكه سواء على النهضه وغير النهضه. طبعا بصفتهم جماهير النهضه فهم يتكلموا يمكن وجهه نظرهم في هذا الموضوع. ما نريد نكبر الموضوع ونعطي اكبر من حجمه. ما عندنا هارد لك لبرنامج الدكه، احنا يعني نقول اللي في خاطرنا، واحنا الجمله او يعني شعارنا المعروف نحن مسؤولين عن افكارنا، لسنا مسؤولين كيف يفهمها الاخرون. احنا نقول اللي نشوفه واللي نتابعه واللي عندنا معلومات عنه، واللي ما يعجبه شيء ثاني، واللي عجبه اهلا وسهلا، لكن هذا وجهة نظرنا، ونتمنى مثل ما نحترم وجهات نظر الآخرين أيضا يكون هناك احترام لوجهات نظر يعني أعضاء فريق الدكة. وكنا نتمنى مثل ما ذكر واحد المغردين أن تكون اللوحة هذه لتشجيع الفريق لا أكثر. أنا الحقيقة ما أريد أعطي الموضوع أكبر من حجمه، هؤلاء هم جماهير أو قلة من الجماهير أو عدد من الجماهير، ونحن نحترم آراء الجماهير كيف ما كان، لن ندخل في جدال. لكن على الأقل يا أخي الأول مرة برنامج في التلفزيون يظهر رسمي في الملاعب. جزاكم الله خير. حد عنده أي رد على السريع؟ لأن أنا ما أريد أعطي الموضوع أكبر من حجمه. على فكرة كابتن محسن درويش عمل لي مسج لأن صارت الصورة متداولة كثير، فيقول لي اعتذر. قلت له ما في شيء لاعتذار، هذا جمهور على عيننا وراسنا يقولوا، يعني قد نختلف وقد نتفق، هذا وجهة نظرهم. كان الأخ سالم زاحمي رئيس النادي بده يتداخل، قلنا لا الأخ عيسى ما في داعي نتداخل بالتليفون ايش اللي صار، لا هذا يعني جمهور ونحترم. مرة ثانية وأكد يعني موضوع الجمهور. وفي الأخ بدر زميله بدر الغيثي رسل رسالة أيضا من جماهير العنيد النهضاوي يعتذروا أنها ما يمثلوا إلا لا، يعني خلوكم جمهور واحد ما عندنا مشكلة، المهم ان الجمهور يكون خلف الفريق الان في الدوري وهو قريب من اللقب او على البطوله الخليجيه اللي ان شاء الله يوصل الى المحطه الاخيره فيها ويتوج فيها ان شاء الله، او يعني كيف ما كان يوصلوا النهضه وصحم وبعدين اللي يفوز فيهم نقول له الف مبروك. احنا طبعا ما عندنا الا يعني الكلام اللي نقوله هي قناعاتنا الشخصيه وفيما نشوفه، احنا مش محللين فنيين، نتكلم باراء، ولذلك قد نختلف، قد يفهم الكلام بشكل اخر، لكن يعني كل الاحترام والتقدير للجميع، ولا تخلوا شيء في خاطركم على برنامج الدكة. إلا حد يعلق على السريع أبو خالد، لأن هذا الموضوع ما يريد أعطي مساحة. لا 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 صحيح صحيح، يعني ما يستحق الجمهور يا أخي رفع رافته وخلاص. أتفق معك في كل ما طرحته أبو خالد، وعلى أساس أنه تقول لي على شكل سريع أنا أكتفي بهذه الكلمة، ما أعلق على 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 هذا الشيء اللي حصل، ولكن في مرات سابقة إن شاء الله هناك في عدة أماكن قادمة للتواصل ممكن إنه نعلق على هذا الشيء. صراحة بالنسبة لي غير مقبول وغير. ليش تزعل؟ لا لا تزعل من الجماهير؟ لا مو أزعل من الجماهير، ما أزعل من جماهير أبو خالد، لكن شيء لما يعني هذه عليها عدة معاني في تفسيري، عليها عدة معاني، وأنا ما أريد أكبر الموضوع، ولكن صراحة يحس في النفس. ولكن في النهاية بالنسبة للكلام في نهاية المطاف هي آراء تحترم، ومثل ما تقبلونا واحنا نتقبلكم، ولكن يجب ان ما نشكك في الذمم لان لها عده معاني، فعلى اساس انا اكتفي بهذا هذا التعليق. ابو احمد انا اذهب لما ذهب اخوي ابو خالد، يعني لابد ان احنا نحترم وجهات النظر الاخرين، وعندما ترفع يا اخي رفع اسم البرنامج في اليوم، عندما يرفع اسم البرنامج، عندما يرفع اسم برنامج اليوم في مباراه فريق
متصدر اللي هو فريق نادي النهضة وجماهير نادي النهضة، اعتقد ان هذا كلهم على العين، هذا شان كبير. لا 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 على العين وعلى الراس. لا نتحس لا نتحس لا لا مش هي عمليه تحسس هارد لك، مش عمليه تحسس. وكلمه هارد لك هذه تقال لها معاني كبيره. نقول لهم شكرا شكرا على انكم انتم اليوم في مباراه ترفع احنا لو النهضه احنا وصحب وما رفع لافته هاردك برنامج دكه، هذا ما يؤكد على قوه على ما هيك ما يؤكد ان برنامج دكه اصبح الفريق رقم 15 في هذا الموسم في دوري عمان تل المحترفين. فعندما هم قالوا هارد لك لان احنا ما فريق ما للاسف ما ها قاعد اقول لا فريق ما نلعب ونخسر. وجهه نظر مقدره، وجهه نظر مقدره ولكن نتاكد كل الاخوه يتاكدوا ان احنا هني ما حد يسيرنا باي كلمه ولا ضد اي انسان ولا نتحامل يعني على نادي ولا غير نادي ولا حد يوجهنا بكلمه سواء معدين سواء مخرجين سواء حتى من مقدم البرنامج. صراحه نقول اللي يرضي ضميرنا وما نشوفه وما تنغلنا له كاخبار مؤكده، انما لو بغينا نذكر حقائق صدقني اللي رافع اللافته رايح يسكت بكل حال من الاحوال. في شواهد وفي في امور، ولكن احنا انا اكتفي نفسيا اكتفي. انت تكتفي وترجع يزيد لا لا انا بقول شيء، انا بقول لك ندخل على المباراه الثانيه. لا ابو حمد انت تقول في عندك اذا متى ما تتوفر عندي شواهد واثباتات عن بعض الاشياء في البرنامج بعلنها. ما عندي شيء عن الدوري الدوري وعن الاخير على هو في المجال لا لا احنا نتكلم في المجال الرياضي، ودائما المجال الرياضي مجال رحب، المجال رحب كل البرنامج يا اخي مثل ما نقول راينا مجالة. هم قد يكون عبروا برايهم ومقدر رايهم على عين على عينهم راسهم، لكن انا عن نفسي وكلكم على حسب جلستي هنا معاكم في البرنامج ما شفتكم يوم من الايام ولا سمعت منكم انكم تشككوا او تدخنوا يعني ضد شيء لهدف هذا الحمد لله. هذا انا اقولها ككل رياضي يعني ممكن كل فرق تفضل ابو خالد كيف حالك انت؟ انا زين. روح رياضيه هذا موضوع يعني ما يقدم ولا ياخر. وتحيه لجماهير النهضه جميعا ولجماهير الانديه كلها. وان شاء الله يا النهضه موفقين والانديه الاخرى ايضا موفقين. ما عندنا هارد لك ولا حظسيه، احنا كلنا نكمل بعض، هذه ارائنا وهذه قناعاتنا وهذا كلامنا، والاحترام واجب للجميع. انا بعد ما قلت رايي. لا انت رايك بعدين بسمعه بعد البرنامج. بس رايي اقول يعني انا بختم البرنامج. شكرا لكم. بس الله اكبر. طيب ناخذ الفاصل. طيب ناخذ الفاصل عشان نتكلم عن مباراه الشباب والعروبه، وعندنا ايضا بقيه المباريات اللي اقيمت اليوم. ناخذ الفاصل ونرجع. يومي في دهاليز الصحافة للوقوف على مستجدات الأحداث، نجمع أخبار الصحافة لنختار أبرزها ونطرحها لكم في صحيفة واحدة، نتتبع سطور الأخبار والمقالات والتحليلات بين طيات الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتوقف بالنقاش والتحليل مع الأحداث التي تلامس اهتمام المتلقي. عناوين الصحافة بمجهر المشاهد يأتيكم في الأوقات التالية. حوارات رياضية أسبوعية في كل ما يتعلق برياضتنا المحلية، لكن المفروض يكون في دعم أكثر، في توجه أكثر أنه جماهير تكون حاضرة. البرزة طرح متجدد للبحث عن الحروف التي تحتاج إلى نقاط. البرزة للحوار نهايات تكتب بدايات قادمة.
حياكم من جديد. مباراة ثانية كانت أيضا منقولة على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية اليوم من خلال تفوق نادي الشباب على نادي العروبة بهدف مقابل لا شيء. الشباب يصل لنقطة 33 مثل ما ذكرنا هو والمصنع وصور وصار بحاجة لنقطة من 6 نقاط موجودة في الميدان. العروبة يظل عند نقاطه 30 هو في المرتبة 11 بفارق 3 نقاط أمام النصر. هيثم الكلام معك فيما يتعلق هذه المباراة، خسارة أخرى العروبة تعقد موقف للأسف في الدوري، في حين أن الشباب ينجح أن الأسبوع الثاني على التوالي بعد ما كسب ظفار اليوم يكسب العروبة. يعني أبو خالد بصراحة يعني كنت أنا أتوقع وأنا أتابع المباراة أنه فريق العروبة اليوم يظهر بمستوى مغاير، على اعتبار أنه الآن يدرك الجهاز الفني باعتبار المسؤول على اللاعبين صعوبة موقف الفريق، وهو الآن يتصارع ربما أنه نادي العروبة نشوفه في مباراة الملحق. طبعا تنتظر مواجهة كبيرة مع النهضة، يعني وخصوصا أبو خالد إذا مثل ما نعرف يوم غد مثلا فنجة فاز، فالنهضة بكل تأكيد سيكون يعني يطلع إلى تحقيق النقاط الثلاث أو يعني سيلعب بواقعيته المعهودة، عكس أنه يعني أيضا العروبة سيعتمد على مباراة يوم غد. يعني في حالة مثلا نادي السويق لو تعادل مع فنجة أو السويق فاز فنجة، فبالتالي ممكن أنه النهضة يعني ما يلعب بالأساسيين في مباراته مع العروبة. عموما اليوم كالعادة احنا يوم أمس نوهنا أنه فريق العروبة عنده مشاكل في خط الدفاع، في خط الظهر، في قلبي الدفاع تحديدا. في اليوم شاهدنا الهدف اللي سجل في وقت مبكر، يعني شاهدناه في الدقيقة 5. كان يفترض أنه نادي العروبة يعود فيما بعد، وأيضا دائما ما نتحدث عن العروبة بأنه لا يمتلك اللاعب اللي في خط المقدمة اللي عنده اللمسة الأخيرة، وهذا ما حصل. دائما ما نأكد على هذا الأمر ونذكر يوميا يعني كلام مكرر أنه العروبة ما استقطب لاعبين، أو على الأقل كان يفترض أنه يبقي على بعض اللاعبين اللي تعاقد معاهم، يعني مثلا المحترف المصري أحمد سلامة، ودائما ما نكرر هذا الشيء سواء إحنا هنا في الدكة أو زملائنا في الاستوديو التحليلي، أنه أحمد سلامة يعني في ظل الموجود أول تكلمني على الفائز اللي هو الفريق الشباب. نعم، فريق نادي الشباب اليوم طبعا بدأ الآن يعني الكابتن مبارك يدرك خطورة الموقف، خصوصا بعد أن يتراجع الفريق. لاحظنا الشباب الآن من جديد بدأ يعني يتصاعد في أدائه وفي النتائج، الأخطاء قلت بالنسبة له. خط المقدمة يعني عندما نشاهد يونس المشيفري حقيقة نشاهد أنه هناك ثقة في هذا الخط، لأنه فريق يونس المشيفري لاعب عنده اللمسة الأخيرة، لاعب عنده خبرة كبيرة، لاعب يعرف كيف يسجل ويتمركز بالصورة الصحيحة. وشاهدنا طريقة تسجيله للهدف، وأيضا لابد أنه يعني ما نبخس حق كيتا أعتقد اللي مرر للكرة في المباراة كيتا. فبالتالي اليوم أيضا يعني حتى التغييرات اللي أجراها الكابتن مبارك حقيقة، حتى بعد أن دفع بعصام البارحي من الأوراق دائما البدلاء الناجحين، وأيضا عمل حقيقة يعني زيادة في خط الهجوم، زيادة عددية، وأعطى شكل أيضا أعطى القوة. يعني أنت كان يدرك مبارك السلطان أنه تقدمه بهدف غير كافي، فبالتالي يجب أن يعزز وسط الملعب وخط المقدمة. فعندما دفع بالبدلاء كان يعني موفق الكابتن. هذه الحركة طبعا حركة غير مقبولة. نعم، من جمعة درويش يعني بنرجع له بعد شوي، يعني خصوصا من لاعب دولي، لاعب عنده الخبرة، دائما ما نشيد به، لاعب يعني مثل المنتخب الوطني ومثل نادي الأندية الكبيرة إذا كان العروبة ونادي ظفار، فإطلاقا غير مقبولة هذه الحركة، ولا أحد يعني يوافق جمعة على هذه الحركة اللي قام بها. نادي الشباب اليوم استحق الفوز، أضاف 3 نقاط جدا مهمة إلى رصيده. الآن في رصيده هذا الارتفاع إلى 33 نقطة، أصبح مع نادي ظفار والصور والمصنعة يعني شاركهم في رصيد النقاط. فوز مهم اجى في جوله حاسمه جدا امام فريق نادي العروبه اللي الان يعني للاسف الخساره هذه يعني كانت مؤثره جدا على الفريق.
ما نريد احنا ننسبها يعني دائما احنا نحط اللوم او اللائمه على الجهاز الفني، لكن اكيد الجهاز الفني هو شريك يعني في كل شيء، اذا كان الفريق يحقق نتائج ايجابيه واذا كان الفريق يتعثر. فللاسف يعني رغم ان احنا شاهدنا مدرب الفريق اليوم كان تبدو عليه الابتسامه ويعني كان متفائل مع بدايه الشوط الثاني، لكن مع ذلك واضح جدا انه نادي العروبه يعاني وخصوصا في خط المقدمه، ما عند اللاعب اللي عند اللمسه الاخيره، يعني لا سعيد الرزيقي الشلهوب اللي هو هداف الفريق ولا اللاعبين الاخرين. واليوم طبعا الغريب انه اعتمد على لاعبين لم نشاهدهم من فترات طويله، يعني ابسط شيء ابراهيم الغيلان درويش واضح انه منرفز و كثير يعني في المباراه اكيد يعني هذه حركه ثانيه اليوم دفع بابراهيم الغيلاني ما شاهدناه من يعني اذكر ابراهيم الغيلاني عندما تالق وكان هداف للفريق في الفتره اللي احرز بها الدوري، يعني نادي العروبه وظهر في تلك الفتره وانطلق، وحتى كان في حينها انه مع السويق هداف السويق نعم لا وراح مع العروبه وراح للسويق ولعب في صور ما اخذ فرصته في نادي صور ورجع، لكن فتره طويله يغيب والتالق الاكبر كان في السويق ويجلس على الدكه، وبالتالي اليوم يعني يدفع به في هذه المباراه. ايضا هناك يعني سليمان مجلوي يعني غاب فتره طويله فهذه التغييرات ما اعرف شنو يعني المدرب، احنا دائما نتحدث عندما لاعب ما يشارك لفترات طويله، اليوم اذا تحدثنا وسط الملعب يعني مو بمستواهم، لا ابو هامه كانوا يعني اليوم يعقوب ربيع بخبرته يعني اليوم لاعبين كبار في السن، اذا كان محمد حمد طبعا لاعب كبير هو ودائما ما كان ينقذ الفريق، لكن اليوم كان هناك بطء في وسط الملعب حقيقه، يعني كان يفترض انه ينشط وسط الملعب منذ فتره. فلذلك ايضا خط الدفاع يعني الظهيرين يعني اذا كان سعد سويد او لكن يحسب النجاح للشباب على اعتبار الفريقين كانوا في نفس الوضعيه والشباب يكسب مباراه. ابو خالد بكمل على كلام اخوي هيثم، خلينا اول شيء ناخذ فريق العروبه، كم لاعب حاليا جديد في فريق العروبه؟ شاهدنا هذا الموسم لاعب يعني خلينا نقول صاعد في الفريق الحالي من ولا واحد، ما معقول الفريق سلمان متى شاهد سلمان ما لعبه هو مباراه سلمان ما بلعب اسالك يعني لا شاهدناه كاساسي لا لا لا, لا. اسالك بس كلاعب صاعد حاله حال عصام البارحي حاله حال خلفان ولا لاعب شوف نادي السيب كم لاعب صاعد، شوف نادي المصنع كم لاعب صاعد، شوف نادي السويق ياسين وحارب وحاتم والى اخره، شوف نادي الظفار كم لاعب هذا الموسم، نادي العروبه كم لاعب طلع لنا ولا لاعب، حتى النصر في لاعبين جد حتى النصر الصحار في لاعبين صحار نادي العروبه اللي عليك نادي بحجم العروبه صور لاعبين جد صحيح لا نادي بحجم العروبه يا جماعه معقوله نفس الاسماء هي كل موسم هي رغم هبوط المستوى ورغم يعني خليني اقول يعني كبر في السن والى اخره هي الاسماء هي ما ممكن يعني ما ممكن ولا في لاعب جديد في فريق العروبه هي الاسماء ترجع تروح هذا الموسم نفسه ما في جديد فكيف تريد الفريق انت يتغير ابو فيصل ما في شيء في مؤشر واضح لهبوط العروبه وفي مؤشر واضح لصعود للشباب طبعا من الجوله الماضيه تكلمنا عن الشباب في مباراه امام ظفار تحديدا شاهدنا فريق الشباب وقلنا ان فريق الشباب فعلا استشعر الموقف الصعب ورجع مباراه ظفار وقدم لنا مباراه اليوم تاكيد على اللي قدمه نادي الشباب في مباراه امام ظفار اليوم ياكد ثلاث نقاط ثمينة امام العروبه في توقيت مثالي طبعا. العروبه تعال مشواره اخر اربع مباريات خلينا ناخذ تعادل مع مقيس في مجمع صور وخسر من النصر وتعادل مع صحم واليوم يخسر نقطتين من 10 نقطه ايش تريد في مؤشر واضح بس ما في تدخل مع ان كان الفريق ماشي زين لكن فيه هبوط لما الفريق لما يكون هابط ويمشي زين ولما يرجع بعد الزين اللي تكلمنا عنه يرجع دروب وما في تدخلات يعني ما في اي ما يستوي العبره بالخواتيم دائما يعني خدف عن نادي العروبه اليوم شوفوا من اي يعني اللي شاهدناه في مباراه العروبه والنهضه تحديدا لما جه سيد يمسك كوره من خط من وسط الملعب ويروح يوصل لخط واجه الحارس هذا دليل على ايش؟ ما قادر حد يوقف العروبه في موقف حرج صعب ابو خالد صعب العروبه ادخل نفسه في معمعة الان العروبه في مباراه الاسبوع القادم مع النهضه يوم الثلاثاء النهضه هل من الممكن النهضه اللي فاز على العروبه 4-1 هناك يفرط في نقطتين يريدهم عشان يحسم الدوري ما
ما ممكن يا ابو خالد. بس يعتمد اليوم على مباراه غد يعني اذا ما عليه ما اتكلم فاز على فين اتكلم بكره خلي بعيد عن خلي بكره لا مو يحسب اتكلم عن النادي يفوز باللقب لا يعني يفوز باللقب يعني العروبه النهضه لا لا مو مضغوط لحظه يا صالح هيثم عد البطوله بس يا هيثم انا ما اتوقع يعني اقول لك يعني فرضا النهضه يلعب البدلاء اصلا يلعب الاساسيين لحظه انا بيك لان اليوم انا تواصلت مع احد الاخوان في الرابطه وفريقهم مسابقات في توجه كبير انه يؤجل اياب الكاس كاس. الى تاريخ 9 يعني تاريخ كي متوقع وتاجل الجوله الاخيره من الدوري الى تاريخ الى نص الشهر على اساس يعطوا النهضه وصحم فرصه للبطوله الخليجيه فبالتالي اعتقد ان هذا تحسب صراحه رده فعل بنشوف فاتكلم عن نادي العروبه بغض النظر ان النهضه فنجا بكره تعثر فنجا بكره فاز على السويق انا ما اتكلم عن كذا اتكلم وفرضا ان فنجا بكره تعثر والنهضه اصر ان يلعب مع العروبه باللاعبين الاساسيين انا يعني هو يعني بيروح يلعب ما ممكن بقول لك احنا لا يريحهم غير انا ما بقول لك عندنا نص نهائي وخليجي اوكي ماشي مشكله يعني يعطي نتيجه العروبه لا مو يعطي النتيجه لا بنفس يا اخي ريح المنطقيه لكن فرضا ان النهضه فرضا النهضه بغير يعني اللاعبين بذلوا مجهود كبير يا صالح يا اخي انا اذا ما تاجلوا هذه بس هي رده الفعل بس عفوا كلامك اللي تقوله يعني الا واحد يتحدث يلا تصير رده فعل يعني تحدث ابو فيصل على لا كلامك صحيح يعني لو ما كسب يعني النهضه تاجيل الان ما بيلعب حتى لو كسب الدوري ها كيف تقول بخير حتى لو مثلا بكره تعذر فجأة. ايوه النص النهضه مباراته مع العروبه يبي التتويج يا اخي ما عنده مشكله فانت تتوقع الاسوء انا اتكلم عن العروبه حاليا اتوقع الاسوء ان حتى لو بكره الفنجا تعثر مثلا لكن النهضه اصر يلعب بالاساسيين يا اخي مباراه العروبه ايش المشكله مباراه التتويج بالنسبه له في مجمع عبري فانا اتكلم عن نادي بحجم العروبه اللي خلينا نقول استفاق في مرحله معينه وكلنا تكلمنا ان العروبه وويل بعد الجوله السادسه الان العروبه دروب وين تدخل اليوم المدرب يا اخي خربط من التشكيل من المباراه للمباراه ايش توقع تدخل ابو عبد الله اتوقع في تغيير ما في شيء تشتغل فين يا اخي المدرب يعني على الجهاز الفني مثلا يعني ممكن يشيلوا الجهاز الفني لا 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 لا, لا, لا ما القصد هذا لا تدخلات فنيه هو تدخلات فنيه داخل المدرب المدرب انت شوف اسماء لسه اربع مباريات في ملعبك اربع مباريات يمكن في تدخلات يعني ما شفنا شيء جديد ايش مثل ايش تتوقع ما الاسماء هي يعني قلت لك يعني بس قد يكون في اسماء يعني الغايبه الان في بعض المباريات يعني فعلا في اسماء غايبه قد يكون عندهم ظروف عملهم ظروف اصابه او شيء والاخر اذا العروبه خلاص ايش يرتضي بالواقع هناك في ذكر ابو صقر قال ان شفت المدرب مبتسم في فتره من الفترات برغم انه فريقه كان متاخر يعني ايش يسوي لا انا بقول لك ليش المدرب انا اول مره اشوف مدرب مبتسم وهو مهزوم هذه بعد هذه خلينا انا بقول لك ليش وضع فريق انا بقول لك ليش يعني لازم يطبل يعني لا مو يطبل لا انت فريقك مو منافس ولا في وضعيه جيده يحولها نواحه وايش لا ما يحولها نواحه بغض النظر لا هذا كلام صحيح هذا اذا اللاعب انا معك اذا اللاعب ما يحس ان المدرب ماله متاثر بالخساره اكثر منه طبعا وعنده رغبه ليش في وضع محرج ليش اثرت هذه النقطه هذه اثرتها مو اعتباطا لا كلامه صحيح في وضع محرج انا بقول لك ليش لان المدرب اول ما جاء نادي العروبه ما حد ينكر العمل اللي اشتغله في فتره معينه الان في دروب في اكثر مباراه في دروب وما في استفاقه صراحه او في تجاوب ايجابي من قبل الجهاز الفني لان الجهاز الفني المدرب اول ما جاء شرط انه ما يريد مساعد مدرب واحنا تكلمنا كذا مره هني بالنسبه لما يكون عندك من النادي كمساعد مدرب محلي فاهم اللاعبين يعمل لك اي اشكاليه اليوم هو ضامن يجلس لنهايه الموسم سواء باقي مباراه ولا باقي 10 مباريات هو ضامن عشان كذا هو يبتسم هذه تفسيري انا هذا واحد يعني لا تفسيري يمكن لا ابو حمد ابتسامته يمكن حديث جانبي بينه وبين الجهاز الفني بغض النظر ويات الكاميرا عليه هو مبتسم يا اخي انت مبتسم بس بس فريق الابتسامة لكن في المقابل فريق لا نحول موضوع الابتسامة الى مشكلة الفريق لحظة ابو فيصل أيوة. خلينا نكملك بعد في نقاط هنا مذاكرنا ايوه هذا الشيء واحد هذه وجهة نظري لا نحول الشيء الثاني لا ما نحول انا ما احولها سلمان انت بتحول احنا نحول لحظة سلمان اكثر من مباراة ما شاهدناه ابراهيم عبد الله مشاهدنا في تدخل ابراهيم عبد الله بعد شوي سحبه هذه حلول المدرب شو اليوم انا عندي مؤشرات من اربع خمس جولات عندي مؤشرات ين في دروب مجلس مع المدرب بناقش المدرب بعكس الشباب بعكس الشباب طبعا
شباب هناك كلكم عرفتين ان كان بعد هزيمتهم مع امن 3-1 مع هزيمتهم مع امن كلكم اي بعد هزيمتهم على طول في اجتماع كنطاري مع الضف... مع النهضه مع النهضه مع النهضه بالضبط اجتماع مباشر يتحرك انت اعطيتك مباراه مقيس مؤشر ما تقاوم مع صحة 3-2 اكثر من مباراه مؤشر يجب ان هناك في تحرك ويجب ان هناك نفس الشيء اللاعبين يحسوا بالمسؤوليه اليوم صراحة قبل فترة أنا أذكر شوف أنا من ضمن الأشياء اللي بجيب لك إياها لما كان العروبة عمل مستوى جيد وكان عمل يعني صراحة الكل أشاد فيه سواء كإداري سواء كفني جي إبراهيم اللي هو كابتن الفريق قال لي برامجكم أو محللي أعطونا حقنا أعطونا حقنا اليوم هل إحنا نسكت ولا نتكلم اليوم في ظل هذا المستوى لا لا أبو خالد نتكلم قول لك أيوة فهذه من ضمن الأشياء أنت إذا بتجلس التابع ايش اللي انت عليك شغل في الملعب كمدرب يا اخي رده فعل رده أيوة. فعل من ردة المدرب فعلك اليوم غير يعني على الخط واقف المفروض انت عندك رده فعل اليوم في المباراه مو المدرب فالمدرب هو يصير تفاعل عنده مع يعني انت ما مقتنع بالضحكه يا ابو صقر لا والله مقتنع لو انا بداله ابو صقر والله العظيم ما تعرف شو خليه يبتسم يا اخي مو على هذه الابتسامه خليه يشتغل ابو صقر صديق مدرب الاتحاد كسر كرسي يا ريال هذا يضحك لا والله اتذكر المدرب صراحه من خلال اذكر من خلال اكثر من مباراه يعني التشكيلات ماله بالنسبه للاسماء اللي يبدا بما بعد تحصلها برا على التشكيل ما تعرف ايش اللي يريد يعني انت ما تقدر تقرا دليل تشكيل التشكيل في مطب صعب الحين والان شوف دليل تشكيل اليوم والتبديلات اللي اجراها احنا نتمنى ان شاء الله ان هناك تكون في معالجه لان فعلا هذا مؤشر خطير بالنسبه للعروبه بالنسبه للنصر طبعا النصر عاد الوضع اصعب يعني مثلا المباراه القادمه النصر يكسب السيد مثلا والعروبه يخسر كل شيء وارد شو تتوقع انت بعدين يتساوى ابو خالد يلا انتظر على الجول الاخير كل واحد من فريق كان يطمح ان يبدل مراكز مثل ما قال ابو حمد اكثر من 3 مراكز الى فريق الحين يخاف من الجولتين هي شوفوا اول كلام احنا تكلمنا فيه لكن ذكروا مباراه النصر مع العروبه فعندما فاز النصر على العروبه فعلا بين ان نادي العروبه ما زال يعاني يا ابو فيصل مباراه مقيس مقيس مؤشرات اكثر مباراه شوف ابو خالد وانا اذكر طيب الذكر الكابتن اموري يعني جلس ايضا مع الكابتن صالح البارحي وتحدثنا يعني حتى بعد ان عاد العروبه ذكر في حينها قال بعد ان العروبه استعاد مستواه من فاز على الاتحاد ومجيس قال العروبه ما يواصل كيف ما يواصل قام يحقق نتائج قال المدرب وهو قال انا ما انتقد مدرب يعني باعتبار انه مدرب ما يجوز انه ينتقد عمل مدرب من خلال يعني انت كيف تعرف انه فريقك ربما يستمر او لا تدخلاتك في أرضية الملعب اللاعبين الجاهزين يعني اليوم احنا ليش تحدثنا كابتن أبو خالد تحدثنا لأنه أول مرة نشوف يعني منذ فترة طويلة يلعب لك بهذه المباراة المهمة بهذا المركز الموجود فريق العروبة به احنا ما نريد نقلل من الشأن والبعض يزعل من عندنا وإدارة الفريق أو شيء لا احنا نتكلم من حبنا لكل الفرق ومن ضمنها نادي العروبة لأن نادي العروبة من الفرق المنافسة على الألقاب على البطولات يلعب لك اليوم بعد فترة طويلة ينزل لك سلمان مديلوي بعدين ليش كان جالس سلمان هذه الفتره اذا ابراهيم الغيلاني ليش دفعت به بالمباراه ذبح اللاعب كبير بحجم ابراهيم الغيلاني اللي اسمه هداف الدوري قبل موسمين اليوم ذبحه احرق قدامه خلوه طلع ما يعني من اعرف ليش دخله ليش طلع ايش اللي صار جمع الجامع اريد افهم لحظه جمع الجامع لما نتكلم عن اللاعبين الشباب اللي ما حصلوا فرصه في نادي العروبه مثلا جمع الجامع ما كان في نادي العروبه ابو حمد في الدور الثاني الموسم اللي فات كم مباراة لعب؟ كل دكات بدلها يمكن 3-4 والحين جمع الجامعي أكو أحمد مشعل وين كان؟ جمع الآن يتألق أحمد مشعل مش كامل العروبة؟ وغيرهم زين انت صالح ما يصير نفس الاسماء كل موسم باكر عندنا مساحه كبيره لان بكره عندنا مباراه واحده لا بس تتكلم الحين عن جمع الجامعي العام الماضي مع ما المدرب ارستيكا الحين مدرب ارستيكا هو لا هو انا بتكلم عن نقطه مهمه جدا لا اتكلم عن اللاعبين اللي كانوا موجودين في العروبه انا انا بتكلم مانع مش كان مانع انا بتكلم موسمين تقريبا لا في العروبه موسمين الحين في نادي السوق تكلم يا ابو فيصل لا انا كنت كان عندي وجهه نظر في موضوع المدربين واحترام شديد لهم اللي يتداول يعني يتم اعفاهم من نادي المستعير يتحوله يتحدد في نادي اخر في بعض الاحيان يعني ما نعمم في بعض المدربين فعلا انه يعني يستفاد منهم
ونضرب مثل حي على ذلك. هذه طبعا اللقطة اللي متكلم عنها، صحيح في مخاشنة شوي من أوغانا، لكن هذا التصرف مش مقبول. لاعب ما مركز، مش مقبول. لا لاعب ما مركز، لاعب ما مركز في الملعب، ما هم ما هم اللي يخدم فريقه جمعة صراحة بهاللقطة. ما أعرف إذا أعطاني إنذار ولا ما. يعني لاعب في منتخب في اللعبة الثانية. اللعبة الثانية. هذه كانت إنذار. هو يرفس يعني الإنذار الثاني مفروض يكون طرد. طرد أيوة. يعني لو الحكم منتبع للعب الاولى الحركه الثانيه مع انذار يستحق بها بطريقه يعني هذه انذار. اللعب الثاني ممكن يكون اعتقد هذه اللعبه اللي مثل الواحد الثاني ما يعني جمعه تاثر فريقك فوق هذا يعني. لا 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 لابد من تدخل. انا اقول لك مثل ما صار اجتماع عاجل في مجلس اداره نادي الشباب. لا بس فاجئني فاجئني ابو احمد لازم يتدخل. لا فاجئني من النقطه، وانا عندما اذكر الكابتن حمد العزاني اذكر معه الكابتن محسن درويش ونعم الرجلين وتعمد بذكرهم لانهم يشتغلوا شغل متميز في نادي النهضه. فالان اتفاجئ من الاخ هلال انه يقول مدرب ارستيكا ما عنده مساعد مدرب. طلب الله. مساعد هو يكون مع ستاف مالي كامل يعني مش محلي لا حتى ما كان ما خلفان هو مساعد خلفان زايد هذا المشكله. طيب يا جماعه بس خلفان عشان عدنا اربع مباريات بتكلمونا على مباراتين وخلص الحلقه بس لا 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 ننسى ممكن تحتفظ بالفكره اللي بكره. لا ما لا بقول افكار عن العروبه بكره بقولها لكن اليوم عن العروبه تقابل الفريق فريق عادل او اعاد ترتيب اوراقه بطريقه سريعة جدا بصراحه له هو نادي الشباب بصراحه اعاد ترتيب اوراقه وسبق هنا حتى في هذا المكان وتكلمت وبما فيه الكفايه عن اهمال لاعبي الشباب وعن لا مبالاه في لاعبين الشباب وذكرت بعض اللاعبين بالاسم لكن رده الفعل كانت قويه وقلت دائما مبارك سلطان كابتن مبارك سلطان خبير الدوري وعنده لديه مكان من امور كثيره يستطيع عوده الفريق وفعلا الان عندما يلعب مع نادي العروبه اليوم عندما شاهدناه ويلعب فريقه مع نادي العروبه يعني قدم مستويات كثير متميزه. لا 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 اسمح لي لا ما بعطيك له مكان خلاص يعني لهي المره عاد خلوه يتدخل بشكل حاسم بس لا خلاص بعد خلاص ترى لا خلاص ابو خالد ما دقيقه ثمانيه شو اسمه بعد باقي الكلام باجي عندك عن التالق الكبير لصحار اللي وصل الان في المرتبه السادسه وترك كل الاحتمالات عنه هو افضل مثل ما قلت ثاني فريق في الدور الثاني. والله ابو خالد حقيقه او بصراحه كسب طبعا هو اليوم مباراه امام نصر بهدف نادي صحار يضرب مثل حي مثل متميز في دوري عمان تل هذا الموسم وتكلمنا عنه ونقول فريق صعد بالملحق بعد ما اقصى نادي الطليعه اللي يعاني الان في الدرجه الاولى. لا خلاص خلص بس خلص الدوري خلاص لا اقول لك يعني العاشر العاشر يعني عانى في هذا الدوري. صحار يتألق في دوري عمان تل هذا الموسم التألق في المستوى المستوى الأداء والتألق اليوم أنا قاعد أشوف مباراة طرف النصر صاحب الأرض. صاحب الأرض صاحب الأرض الجماهير الفاعلة وطول المباراة اللي كانوا متميزين جمهور من صحار جمهور صحار جاي من شمال الباطنة تواجدوا في محافظة خبرتك أمس محافظة ظفار وبالتالي هذه الرغبة عندما تتواجد مع الجمهور مع الإدارة مع الجهاز الفني مع اللاعبين وكل تأكيد الله سبحانه وتعالى يسر الأمور وعطاهم على 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 نيتهم وعطائهم المتميز مو نية بس فعل. اليوم صحار ضمن بقاء ضمن خلاص تميز اليوم صحار أبو خالد المركز السادس أبو فيصل ممكن بعد تخدم النتائج القادمة للرابع وتلاقي الرابع يمكن اي بس يعني على حساباتنا 34 نقطة خلاص يعني ما عنده مشكلة خلاص يعني اليوم هو في الجولة 24 اللي باحت بأسرار كثيرة يوصل صحار المركز السادس هذا إنجاز هذا انجاز بكل تاكيد يعني اليوم الان عندما نذكر الارقام يتساوى مع نادي النهضه في عدد الفوز ثمان حالات فوز يفوز في اصحاب الدور الثاني هذا رقم اليوم خارج ملعبه وغالب الاول والثاني وبالتالي حقيقه مبروك للصحار ومن كل اعماق قلبنا نقول هذا الفريق تواجده واستمراريته في الدوري عمان تل هذا الموسم والمواسم القادمه بكل تاكيد راح يعطي اضافه مكسب كبير للدوري. معاناه نادي النصر ما زالت مستمره، اداه استفهام قويه على نادي النصر ما زالت مستمره انا موجوده. المشاكل والظروف قد يكون لتحتاط بنادي النصر حتى نشوف كان رده الفعل كنا نتوقع حتى انا كنت عملت مداخله امس مع اخوي ابو عبد الله قلت ان نادي جماهير نادي النصر ما محتاج احد يستجديهم واحد يقولهم يكونوا موجودين لمساعده فريقهم اليوم، لكن للاسف الشديد حتى ما وجدنا بهاك الكثافه، ما وجدنا بهاك الانفعاليه، ما وجدنا بهاك الدعم اللي يفترض من نادي النصر، هو مجرد انه يعني لازم الفريق يجيب نتائج؟ لا لازم الفريق يكون فعلا اليوم الفريق
يعني بحاجة أن يكون في دعم جماهيري متواجد في المباراة، ومباراة مقامة في ملعب السعادة. يعني أثبت صحار أنه مو فقط على ملعب يفوز. لا أبدا، عندما نتكلم عن النصر باقي له مباراتين مهمات جدا، المباراة القادمة مع نادي السيب، ونادي السيب الآن يتساوى مع نادي السويل في عدد النقاط، ومباراة الأخيرة مع نادي المصنع نفس الشيء، نادي المصنع بعد بحاجة إلى أن يعدل ترتيبه في جدول الترتيب، لأن أساسنا لوضعية الدوري المصنع بعد محتاج وبالتالي نادي النصر اليوم يملك 27 نقطة من 24 مباراة، يعني الوضع كثير صعب جدا لنادي النصر. حسابيا هو الأقرب للملحق، هو أقرب للمضيبي، حسابين أقرب المضيبي، لكن المباراة القادمة يعني 6 نقاط في الميدان الآن تعمل تغييرات كثيرة، ما تعرف إيش اللي قاعد يحصل. لكن إحنا نتكلم عن اليوم، وعندما نتكلم عن اليوم لا يفهم معنى أنه والله الأخوان في الدكة أو يتمنوا أن فريق ينزل، أو نتكلم عن واقع، ونتكلم عن واقع نادي بحجم النصر اللي الكل يتكلم بإمكانياته، بإدارته، بتاريخه، بتاريخ، بجماهيره، بنقاده، بدكته، بأموره، نجد أن الفريق بهذا النتائج، بالنتائج التي سجلها النادي النصر بنفسه، وليس يقال في برنامج الدكة أو أحد يقال عنه، بنتائج بأربع وعشرين مباراة لعبها هذا الموسم نادي النصر بهذه النتائج يوصل 27 نقطة، وما زال 27 نقطة، وفريق في المركز الثاني عشر يسبق هو نادي إمجيس ويسبق نادي الاتحاد، ويأتي في مؤخرة يعني في الترتيب الثاني عشر، فوضعيته كثير صعبة جدا جدا لنادي النصر. يعني الإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال المباراتين القادمتين، والملحق الآخر وهي الفرصة الأخيرة هو بالنسبة للموضوع الملحق. نتكلم عن نادي صحار، وارجع مره ثانيه نادي صحار ابو خالد، عندما يعني شاهدنا اليوم جزاء التلفزيون انه حطها على 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 العمان مباشر، بصراحه هذا شيء يحسب للتلفزيون، لانه مثل هذه المباراه حقيقه شوف الجماهير، شوف الجماهير الحاضره يا ابو خالد، والله يا ابو فيصل عشان ما انسى جزئيه على الجماهير، لشاهد جماهير نادي النصر بدايه الموسم يقول لا يمكن تخلى عنه، جماهير نادي النصر عملت نشيد خاص لنادي النصر، صحيح، وفي في في مباراة امام النصر وظفار عملوا الدقيقة 10 لحمدود جمعان رفعوا، يعني كان حضور، لكن وقاسم قبل نفس الشيء، وقاسم يعني الان الفريق محتاج لجماهيره، يا جماعة ما يستوي مع فريق النصر كحد يتخلى عنه بصراحة، 27 نقطة حتى لو فات 33 نقطة في حالة وعند العروبة 30 نقطة، يعني شيء الدور الثاني ابو خالد نادي النصر يعني حقق 4 فوز تعادل 2 5 خسائر 14 نقطة، الدور الثاني حقق النادي النصر دفاع هش 14 نقطة حقها النصر، يخدم أرقام كثير ضعيفة جدا في المقابل، تعال شوف نادي الصحار بصراحة كم فرصة ضاعت للصحار، تعال شوف أرقام نادي الصحار، يعني مثل ما تقول فاز على النهضة، يتعادل مع الشباب، يفوز على السيب، يفوز على المصنعة، يخسر من السويق، يفوز على ظفار، يخسر من الصور نتيجة 1-4، يفوز على فنجة، يفوز على الاتحاد، يفوز على مجيس، واليوم يفوز على نادي النصر. يعني فريق حقق هو الحقيقة، هو يعني الشغل الكبير أنه كسب اللي معاه، يعني كسب النصر وكسب الاتحاد وكسب مجيس، كسب مجيس يعني عمل، وكسب أندية المقدمة طبعا، يعني كسب أندية المقدمة، مثل ما يقول الشرارة وصلت الكل، الفرق القريبة منه وحتى الفرق المقدمة، يعني عندما يفوز على النهضة، النهضة المتصدر اليوم، تذوق النهضة الخسارة من صحار، فنجة تذوق الظفار، يتذوق الخسارة من وين؟ من 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 فنجة يتذوق الخسارة من صحار، وبالتالي نادي صحار يحقق رقم متميز في دورينا، وهذا حقيقة عندما نتمنى تواجد صحار هي ضاع ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، فعندما نتمنى تواجد فريق مثل الصحار في الدوري، ما على يعني حبا للمستوى، حبا للعطاء، حبا لنجاح المسابقة الموسم الدوري في الدوري، يعني تواجد الجمهور ابو خالد ليس المرة الأولى، سواء كان البعض يرى أنه قد يكون في مباراة في صحار هذا كل الجمهور واصل، لكن شوف الجمهور واصل إلى محافظة ظفار، قاطع آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى صلاة إلى محافظة ظفار، يعني اللاعبين كافأوا جمهورهم بكل تأكيد، شوف العناق، شوف العناق، شوف الفرحة، يعني هذا ما بعدها لما تشوف بطل الدرجة الأولى الموسم الماضي والوصيف بطل من أنا من أقول صحار بطل غير متوج السنة في دوري عمان تل، وإذا كانت هناك فريق مثالي تذهب لنادي صحار، وإذا أنا بقول لك إياها بكل أمانة، وإذا كان في جائزة ما موجودة في الاتحاد، أنا أطالب أن الاتحاد يستحدث جائزة لجمهور نادي صحار، وجائزة قيمة جدا، قيمة طالبنا فيها قيمة، يعني جائزة قيمة، يعني مكافأة مالية تقدم لجماهير نادي صحار،
على اعتبار انهم هؤلاء الاشخاص اللي قاعدين يبذلوا قصارى جهد في انهم يتجمعوا مع بعض ويذهبوا الى محافظه ظفار سواء كان بالحافلات او عن طريق الجو، وبالتالي هكذا الرياضه عندما تتعامل معها. اتمنى اليوم طلبك يستجاب، انا طالبت قبل 4 أسابيع ما استجاب طلبي. لا بيستجاب طلبي. 6 أيام قريب شوي. الله قول آمين. يمكن يستجيب. لا يستاهل جمهور الصحافة طبعًا. قول آمين. بالسريع. بالسريع أنت تكلم بدقي معي. لا عشان عندنا اليوم 6 مباريات. طيب خلاص. بالنسبة لصحار، صحار الموسم القادم مع الكبار. يعني هذا. ثبت نفسه خلاص. الشيء الأهم والمهم بالنسبة لنادي صحار. الآن نعم الآن هناك في طموح الأهم. الآن هناك في طموح. وهذه من الأشياء الجيدة اللي تولد عندك أنت الطموح وتولد عندك الرغبة. الآن يعني كل الأشخاص اللي تواصلت معهم يقول لك إحنا نطمح نوصل للمركز الرابع طالما إنه في 6 نقاط. صحيح. ممكن. يعني تشوف الفرق كيف ولوين يوصل الطموح. فهذا الشيء صراحه نبارك لنادي صحاب مباراه العروبه نبارك لهم الفوز هذا صراحه المستحق على حسب ما شفنا المباراه كانت الرغبه حاضره سواء برا الملعب او داخل الملعب ما شاهد يعني من الجماهير محمد الا الفرصه الاخيره على محمد الشامسي بالضبط كانت الرغبه بتكاتف الجميع موجوده سواء في داخل الملعب او خارج الملعب هذا يبين من خلال تواجد الجماهير الكبير الموجود في ملعب نادي النصر هذا واحد النصر ما استوعب الدرس اللي قبل الموسم في وجهة نظري ما استوعب حتى الآن ما يستوعب الكل متخلي عن النصر هو رجع موسم والآن مرة ثانية أبو خالد يعني أنا أشوف صراحة يعني الكل متخلي عن النصر إيش اللي حاصل في النصر يجب أن هناك يكون فيه تدخل سواء كمجلس إدارة سواء كمحبين لنادي النصر يعني صراحة الوضعية الآن لا لا بغض النظر الآن بعد يعني أفضل عن التدخل في نهاية الدوري يعني الآن في 6 نقاط الآن في 6 نقاط مهما كانت النتائج الآن أنت عندك على الأقل عندك عمل يعني لمتى بيستمر النصر يعني اليوم انت تخسر في ملعبك اذا متى بتفوز وانت في هذه الحاله متى بتحصل مسانده كلاعبين يعني مدرب الكابتن مهما كانت تقول لي جه متاخر مدرب لوضعه ولا اسمه صراحه النصر والمراحل اللي مر فيها اكرم سلمان يعني مرحله على متى تشيل الفريق يعني ولا انجازات تشهد اذا المشكله انا في وجهه نظري تشوف انت لما يعني ممكن المدرب ما يتوافق مع فكرك او زي مع العوامل الموجوده معك الله يرضى عليك خليني بس اكمل هاي الفكره كملك ولكن كمدرب لوضعه ولا اسمه صراحه وفي شواهد كثيره بالانجازات اللي حققها الكابتن ولكن هناك اللاعبين صراحة اليوم اللي شفته أنا في ردة فعل اللاعبين ما بنفس ردة لاعبين نادي صحار ليه زعلان؟ لا أبو خالد بعد كيف تبقى نرفز يعني أتكلم أنا تشوف عن فعل لأن أنا مبدأي أبو خالد صراحة وهي المفروض أنا ما أقوله ولكن اليوم يشهد علي الله يشهد علي المفروض تكون عندي سواسية طالما إن هني في المكان الذي عندي سواسية وكلكم أنتم كله والله لا شيء هذا العالي اللي طلبناه من أرستيكا اليوم طيب لو أنت موجود أنا أتمنى إن يكون في تدخل سريع لمعالجة هيثم لما واحد يتكلم يعني أتمنى إن يكون في تدخل سريع بصراحة طالما إن في أمل يعني طبعا لا زال عنده 6 نقاط في الملعب اصلا ما بتوصل الفكره كل ساعه مقاطع عليك كل ساعه مقاطع اقول لك يا ابو حمد الحبيب ابو حمد طيب ممكن في مشكله قالها ابو عبد الله ممكن نتكلم عنها بكره وبعد بكره وبعد في الايام القادمه وحقيقه في مشكله حقيقيه موجوده في انتكاسه الفرق الكبيره في دورينا طيب هاي ممكن تخليها عندنا ممكن نخليها وهي نقطه مهمه جدا وخلال متابعتنا راح نقولها ان شاء الله وبالارقام وشواهد ايوه صالح المصنع والاتحاد انتهت النتيجه طبعا سلبيه 0-0 تضاف نقطه الى رصيد الاتحاد 8 نقاط لا تسمن ولا تغني من جوع الفريق خبط من فتره المصنع طبعا عنده 33 نقطه هو ايضا حال الشباب وصور وظفار بحاجه الى نقطه من 6 نقاط يمكن نحن ما توقعنا يمكن اغلبيتنا ما توقعنا لا انا قلت ردة فعل قويه انت ايوه لكن احنا انا حذرت المصنع الاتحاد صراحه وكلنا ما توقعنا بصراحه ان على الاقل الاتحاد اليوم يقدم مباراه وينتهي المباراه امام المصنع بالتعادل بعد الخساره 8-1 امام سيب توقعنا انه خلاص وبالاضافه الى طبعا القرار اللي صدر والى اخره لكن يحسب الاتحاد والكابتن فوزي هوبيس ان يعني على الاقل تقدير الاتحاد جالس يبرهن للناس ان يفترض ان نتعامل مع المباريات بهذا الشكل بشفافيه مع كل الانديه نتعامل بمعنى كره القدم نتعامل يعني بصدق اتمنى من كل الانديه تحذو يعني ما نشاهد مثل جولات سابقه فبالتالي اعتقد اليوم الاتحاد ضرب لنا مثل رائع جدا في التعامل مع المباريات رغم انه هابط
لكن يقول لك انا اقدم مباراه نفس الحاله نقيس كره قدم ونقيس كذلك. فبالتالي اليوم المصنع ابو خالد اكبر خاسر كبير في هذه المباراه نقطه واحده ما اضافت لشيء وبقى في دائرة الخطر. كان ممكن يخلص نفسه. كان ممكن يخلص نفسه وصل نقطة 35 لكن طبعا ما تمكن من استغلال على الأقل النشو اللي يعيش الفريق. يعني تخيل المصنع العاشر لو كان عنده 35 يكون الخامس. يكون الخامس فبالتالي أعتقد أن اليوم المصنع خسر نقطتين ثمينتين جدا أمام الاتحاد ومثل ما ذكرت أنا حي الاتحاد على أساس أن استمر في اللعب. طبعا هذه فرص للاتحاد كانت واضحة في المقابل المصنع خسر نقطتين ثمينتين ابو خالد وابقى لنفسه في دائره الخطر لانه سيلاقي العروبه في 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 اعتقد الجوله القادمه لا اللي بعدها اللي بعدها لا العروبه لا من المصنع بيلاقي النصر بيلاقي النصر اي الجوله الاخيره الجوله الاخيره. فبالتالي اعتقد ان المصنع اليوم فوت فرصه خلينا نقول انه يعني يقوم بنفس اللي قام بالموسم الماضي في النهائي لما شاهدنا في مباراه السويق والمصنع لعب بالكابتن السيل باللاعبين اللاعبين البدلاء لان ضمن البقاء. اليوم نادي المصري لا زال في الدوامه وبالتالي اعتقد ان نقطتين ذهبت عن امام الاتحاد وحي الاتحاد وحي لاعبي الاتحاد على الاداء في المباراه واعتقد انهم تعاملوا بواقعيه تامه مع المباراه. نقطتين مثل ما ذكرت خاسرتين او تعادل خاسر للمصري تحديدا في هذا التوقيت. طيب يعني قلت لك ابو خالد من البدايه اذا فريق مثل المصنعه يتعادل مع فنجة و اوكي قبل والاتحاد يخسر 8 من السيب ويتعادلون اليوم وكل مره نقول لك ان الفرق ادائهم الذبذب هذه هو الجواب. يعني احنا ما نقلل من شان الاتحاد لكن يعني نتحدث كل على الاجهزه الفنيه وعلى الجهاز الفني ما هو هذا الكابتن وليد حقق نتائج جيده في بعض المباريات واستطاع ان يكسب فرق قويه مثل ومصاعد باداء مثل الصور لكن فوز على صور وبعد تعادل مع فنجة يعني اليوم يعني اذا اريد احسبها شلون ما احسبها ما اقدر اوصل للحل ولا النتيجه شلون تعادل النتيجه هذه شلون صارت هذه كره قدم شنو الحلول وين الهاجري وين انا ما يعني احنا ما شاهدت المباراه حتى احكم عليها المباراه مسجله لا هذه واضحه شوف وين اللاعبين مال المصنع اللي نمدح بيهم وين هذا كوني اللاعب العملاق المحترف هو اول دقيقه اول دقيقه كانت فرصه حق كوني اول دقيقه وين هذا الضبعوني دائما اعتقد نادي المصنع اليوم ما اعطى المباراه اهميه بصراحه شوف هاي الفرصه وين وليد اليوم نادي المصنع ما اعطى وليد عنبر وينه المباراه صح وما اعطاها اهميه بصراحه هذا وليد عنبر ضيع فرصه سواء كلاعبين او كجهاز فني قدام المرمى فيجي يتعادل يعني انت فريق غير تركز وانت محتاج لانك بس تعادل هذه المباريات تركز فريقك يجوز ما يعني 33 نقطه موضع خطر يعني فالمفروض عندك حلول المفروض تستغل الفريق اللي امامك معنوياته فريق جاي من خساره اكبر هزيمه او خساره بالدوري 8 اهداف قياسيه زين احنا قلنا السيب حقق رقمين قياسيين اسرع هدفين ثلاثه لاعبين اهداف واكبر نتيجه وانت ما عندك مبررات لكل ما تشوف انت ما عندي اي مبرر والله دايخ كيف تعادل يعني اليوم هي كره قدم كل شيء يحصل بيها السلامه مطلوبه ولا واحترام المنافس يجب ان يكون وهذه كلها متعلمين قاعدين يتكلموا عن ايش يتكلموا الاخوان عن ابتسامه صح ولا يوم مدرب العروبه يبتسم مدرب العروبه يبتسم قد يكون في حديث لكن ما بالك انه مدرب اللي قاعد يشتغل بتلفونه داخل الملعب لا بترجعنا نفس الموضوع هذا السابق يعني تكلمت عنه شفت رجعني للمربع الاول التناقض المربع الاول هاي التعليق يعني شوف التناقض في جزئيه بسيطه انا الان المصنعه صراحه هو اليوم الخاسر هناك في جزئيتين في المباراه من 6 نقاط هو محتاج نقطتين صار على اساس تثبيت حاله نقطه 34 34 هو الان هو الان حسب عند 34 نعم على 33 بالضبط ايوه لانني في خطا على العموم يعني هو محتاج نقطه فهو في وضعيه جيده لما نتكلم كمقارنه بينه هو وبين وضع العروبه يختلف النقاط يعني على اقل حصاد نعم بالنسبه للاتحاد يعني انا في وجهه نظري ان هذه بدايه لتصحيح او لمسار افضل عن السابق لما ونقطه مهمه اللي ذكرها صالح ان انت فريق اوريدي نازل
وتلعب بثبات وتحقق نتيجة مع المصنع اللي عمل نتائج كثير جيدة مع فرق كبيرة. فإذا هذا بداية للتصحيح، بداية لطريق أفضل لمستقبل أفضل بالنسبة للنادي الاتحاد. فأنا أقول يعني هارد لك للفريقين برغم انه المصنع هو الخسران في وجهة نظري في هذه المباراه، واقول للاتحاد بالنسبه لنا واقول للاتحاد ما قصرت انك تلعب بهذا الاسلوب وتلعب بهذه صراحه بهذا الثبات. ما حقق الشيء اللي اثرته موضوع الهبات والهذه، لا هذا اللي نتكلم عنه، هذا التنبيه، هذا ما حد بعده، ما حد يسلم. هو طرح ابو حمد بس ما صار هذا الشيء. طيب جيس والسيب، المباراة هذه أقيمت في صحار ونجح السيب صالح أن يكسبها في آخر لحظة 3-2. طبعا يقترب اليوم السيب، طبعا فوز أعتقد مهم جدا بالنسبة للسيب وخالد، على اعتبار أنه وصل إلى نقطة 38، ثلاث نقاط ثمينة بمثابة يعني خلينا نقول مكافأة في حالة يعني وصول إلى المركز الثالث، لأن السيب اللي بدأ الموسم شاهدناه كلنا هو الفريق اللي تغلب على النهضة في ملعب النهضة وإلى آخره، والفريق اللي مر بظروف طرق خروج المدرب بقى مدرب، فبالتالي أعتقد أنه عودت بهذه القوة من خلال المباراتين الأخيرتين، 3-6 نقاط فوز على الاتحاد 8-1، واليوم يفوز على مجيس في الدقائق الأخيرة. صح أن الفريقين اللي قابلهم كانوا يعني هابطين، لكن أعتقد أنه الفوز اليوم على مجيس في الوقت الصعب أعطاه نوعا ما أفضلية والوصول لنقطة 38. الآن أبو خالد السيب عنده 6 نقاط في الملعب حال، لكن طبعا السيب عنده 6 نقاط، لكن هو ينتظر بكرة ربما مثلا يتعثر السويق أمام فنجا وبالتالي يعمل لنفسه في قادم الوقت، لأن المركز الثالث بالنسبة للسيب في هذا الموسم وبهذا الوجوه الشابة أعتقد مكسب كبير رغم الظروف اللي مرت على الفريق، لكن أتوقعها مكسب كبير. نفس الشيء مثل ما حيي الاتحاد وحيي مجيس أبو خالد، لأن مجيس لعب المباراة مباراة قوية جدا، السيب لم يتمكن، وطبعا المجيس يعني تعادل في مرتين، مجيس ما عنده شيء خسر أبو خالد، وأعتقد أنه قدم مباراة مثل ما ذكرت، سجل هدفين في شباك السيب، هذا أكبر دليل على رغبته موجودة في المباراة، لكن يبقى عودة عبد العزيز النوفلي للتألق في الوقت المناسب. هذا عبد العزيز النوفلي في الوقت المناسب، اكتشفنا عبد العزيز النوفلي اللي عرفنا هداف من الطراز الأول في نادي السيب. السيب من خلال مباراتين 6 نقاط وصل إلى المركز الرابع وربما يصل إلى بعد من ذلك، لأن في المواجهة القادمة أمام النصر صح مواجهة صعبة، لكن أعتقد أن السيب من خلال قيادة الكابتن يوسف الرفاعي المتواجد مع الفريق وبهذا الشكل ومن خلال تألق الأسماء المؤثرة في الفريق أعتقد أنه قادر يواصل مشواره بثبات، وأعتقد أن النصر سيعاني أمام السيب في الجولة القادمة، لأن يعني شيء يعني يضاف إلى صعوبات النصر. عموما مبروك السيب، ومثل ما بدأ الموسم السيب كان إيجابي، هاول السيب يواصل أو خلينا نقول يقترب من نهاية الموسم بشكل إيجابي اللي بدأ بالموسم، وأكبر مكاسب السيب هذا الموسم بخالد هو الأسماء الشاب الواعدة في الفريق اللي قدمت لنا مستوى متميز، يعني رغم قلة الخبر لكن لاعبي السيب ياسين قدموا لنا المستوى الافضل بصراحه. بس الكره يمكن صالح بكتف عبد العزيز النوفلي، انا ما شفته زين. ايش فيه؟ يعني اخذ الكره على كتفه وما اعرف يعني هل قريبه من لا إيده يعني. كتفه احسن من ايده. لا انا ما اعرف لا يعني هل لمسه إيده؟ لا ما اتوقع. ما شفته زين يعني حقيقه اللقطه، لكن ما هو هني طبعا بجيس نجح انه يتعادل. وعموما نسيت ايضا رقم قياسي للسيب، سوبر هاتريك لعبد العزيز النوفلي، يمكن لاعب الوحيد سجل 4 هذا الموسم. ونفس الشيء ابو صقر يحسب لهم اليوم مجيس، يعني صراحه طبعا يعود المباراه مرتين كانوا ند يعني ويرجعوا للمباراه وهذا يحسب لهم، وهذا نفس الشيء يردوا على 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 اي فريق اخر انهم فريق نازلين هم والاتحاد، وهذه صراحه بدايه التصحيح. انت لما تكون صادق مع نفسك مع ذاتك فتأكد انك انت بدايه التصحيح هذه لك صراحه. برغم الهزيمه انا اقول مبروك للسيب، ولكن برغم الهزيمه ما قصروا نادي مجيس. شوف والله بعد ما يعني كنت اتمنى بعد اشاهد اللي قدم مجيس والاتحاد رغم هبوطهم في الجول الاخير لدور الدرجه الاولى. لا هناك انتقلت الحين ترى ايوه هناك العدوى. يلا نمسامح رب ابو فيصل. الان كم السيب نتائج في الدور؟ شوف نتائج في الدور الثاني للاسف يعني ما كانت كثير ايجابيه ابو خالد، يعني تعرف عندما نشاهد السيب في الدور الاول حقق 7 انتصارات في الدور الاول
يعني ختم الدور الأول هو 7 انتصارات، الآن في الدور الثاني حقق 3 انتصارات فقط. الدور الأول التعادل كان 5، في الدور الثاني 3 تعادلات، في الدور الأول خسارة واحدة السيب، في الدور الأول خسارة، في الدور الثاني 5 خسائر. يعني السيب للأسف أن الدور الثاني ما كان يعني دائما الدور الثاني أصعب أصعب، لكن عندما أنت تحصد نقاطك في الدور الأول وفريقك مستقر والآخر تكون نتائجك في الدور الثاني يعني في حالة تصاعد أكثر، يعني الدور حصد نقاط أيوة لازم تحصد نقاط، لكن في تراجع اللي تكلمنا عن نادي السيب سبب تعرف يعني المدرب للأسف اللي هو جيرجو هذا اللي احنا اختلفنا في الاسم وأوقع بصراحة جيجو يعني جيجو. لأن هذا كان لدور التغيير الدور سلبي على الفريق وعلى اللاعبين، لأن كان الفريق ماشي واللاعبين كانوا ماشيين معاه بطريقة كثير جيدة، فضل هو مثل ما فضل المدرب نادي فنجة أنه يغادر لظروف صحية، هذاك غادر لظروف أنه يدور على بطل. هدف جميل حبيب الله الدحماني، حبيب الدحماني هذا يعني مستوى نضج حقيقة، يعني هو يعني يتقدم السيب مرتين ويتعادل المجيس فالسيب حقيقة من أنا أقوله من الفرق السنة اللي أمتعتنا برغم النتائج في الدور الثاني اللي كانت يعني ما هي حسب ما كان في الدور الأول، لكن فريق عندما نشاهد ونشوف اللاعبين اللي موجودين في نادي السيب لاعبين يعني يريدوا يسجلوا نفسهم اسم حالهم في حال نادي المصنعة، والآن يعني هو الآن يشارك نادي السويق اليوم في عدد النقاط وفي المركز الرابع، ينتظر مباراة بكرة السويق مع نادي فنجة، وبالتالي يعني من مقارنة مع نتيجة الموسم الماضي لنادي السيب في الدوري نتائج إيجابية تحسب له، هذا ما يؤكد يعني يتطلب استمرارية نادي السيب في الموسم القادم بنفس التمسك بنفس العناصر والاستفادة من خدمات بعض العناصر اللي محتاجة الفريق خاصة عند مشكلة في نادي السيف. وين تكون المشكلة؟ تكون المشكلة في خط الهجوم، ما في عندهم من يهدف، يعني في الفترة الأخيرة رجع عبد العزيز النوفلي وسجل الأهداف، يعني في كثير من الجو أرقامهم مع سيف متشابهة، يعني شوف بخالد 34-24 أيوة، شوف نادي السيف في الدور الأول ما سجل مع العروبة 1-0 العروبة، مع النهضة 1-0 النهضة، يعني ما سجل السيب ولا هدف، مع صحار 2-0 صحار، مع الشباب 2-0 الشباب، مع فازوا على المصنعة 2-1 سجل هني، مع السويق 0-0 النهضة هو من في الدور الأول أيوة. في الدور الأول أتكلم دور ثاني مع السويق 0-0 ما يسجل، مع ظفار 0-0، يعني شوف كم مباراة 6 مباريات ما سجل في الدور الثاني، يعني 6 مباريات ما سجل في الدور الثاني. فتحت الشهية في يعني الآن الدور بعد الاتحاد سجل 8، وقبلها فنجة سجل 2، وصور سجل 3، واليوم يسجل 3 أهداف نادي السيب. وبالتالي نادي السيب بهذه الوضعية الآن بهذا الفريق واحتفاظ بهذا الفريق والعناصر وإضافة العناصر الموسم القادم بعد العناصر خاصة في تدعيم خط الهجوم والدفاع بيكون فريقهم الوسط. فريقهم بيكون فريق في اخر لحظه على فكره الهدف عبد الله الشين يعني في اللحظات الاخيره من المباراه نجح السيب انه خلاص يحقق النقاط الثلاث والفوز، ونتيجه اليوم الايجابيه حقيقه اليوم تعمل بكره مباراه مثل ما تقول تخلي السويق في حسابات اخرى، لان في مطارد اليوم احد يشاركه في في, في 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 النقاط، يعني 38 نقطه يوصل مع نادي السيب، وبالتالي مباراه بكره بتكون مباراه كثير مهمه بين السيب بين السويق ونادي فنجي لاعتبارات عديدة يا صالح. طيب مبارحي. عموما الخبر يقول ان عمر يعقوب اجتاز الاختبار الثاني من قبل الاتحاد الاسيوي، هو عنده كان تقييم للمباراه اليوم واجتاز الاختبار، وان شاء الله يتم دعوته لكورس حكام النخبه القادم على المستوى القاري. يستاهل عمر، فنتمنى له عمر ان شاء الله كل التوفيق في هذا المشوار القاري. عمر بصراحه يعني برغم ان اليوم في بعض الملاحظه اللي عليه خاصه حول احتساب ضرب ركله الجزاء لصالح نادي صحم، لكن من الحكام دائما مركز دائما الحكام الممتازين، يعني الحكام الممتازين. ابو خالد انا حقيقه بندخل المباراه الاخيره اي بتكلم عن الصور وظفار صالح لا دقيقه 48 او 58 ابو خالد خلاص خلصت المباراه لا ساعه اي ساعه اشوفوه لا بعد في وقت لا 48 لا اي بعد المخالفه ترى اليوم قايل 58 صور وضح والمخرج سعيد المالكي بعد والله ابو مالك 48 ترى ما 58 صور وظفار صالح
ما حد كسب للأسف. لا طبعا الفريقين خسروا بالتعادل طبعا. اللي صار بينهم الفريقين خسروا بالتعادل بخالد وبقوا في نفس المركزين السابقين وبالتالي لا زالوا ينتظروا طبعا كل واحد ينتظر نقطة. هي قلنا مباراة من الزمن الجميل واعتقد ان نتيجة المباراة اكدت بان كان في تنافس كان في قوة في إثارة لكن اتوقع انه لا زال ظفار يبحث عن نفسه ولا زال صور يبحث عن نفسه النتائج الأخيرة ما 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 كانت بنفس الطموحات اللي شاهدناها لكن نقطة تعادل خاسر للطرفين حال حال تعادل المصنع مع الاتحاد رغم فارق الترتيب المراكز اليوم ظفار لو كسب كان نقطة 35 يكون في المركز الخامس ونفس الشيء صور لو كسب كان ممكن يوصل لنقطة 35 ويرجع في المركز الخامس لكن طبعا الفريقين فوتا الفرصة واكتفيا بالبقاء في نفس المركزين السابع والثامن دون تغيير. ظفار طبعا تنتظر مواجهة قوية مع قوية مع فنجة مع فنجة الجولة القادمة يوم ثلاثة بعد يوم ثلاثة يوم ثلاثة يعني الله يعين فنجي والله بصراحة الله يعين فنجي والله وحتى الله يعين سويق بعد والله يعين سويق يعني والاثنين ما يتدربوا ثلاثة يلعبوا زين طيب صالح أنت جبت الخبر الآن أنا أبو خالد أنا الخبر أيوه نعم لا يتعليق أول على المباراة على النتيجة لا شوف المباراة ما شفناها بس ولا مصور للأسف ما في لقطات أيوه حتى فبالتالي احنا يعني ما أريد ندخل في كلام لكن من خلال المباراة فيها يعني في أربعة أهداف يعني مباراة المهم في تسجيل لكن تعادل خاسر بينهم تعادل خاسر للفريقين أبو عبد الله قال معلومة من بعض المصادر القريبة من الرابطة على اعتبارهم بيأجلوا الجولة الأخيرة بيأجلوا تأجيل هو شوف هو يعني الفكرة النظرة الرئيسية الفكرة الرئيسية أن يعطوا النهضة بصحم الراحة تامة قبل المواجهة الخليجية طيب يعني ممكن يكون المباراتي المربع الذهبي الكاس يكون تاريخ 9 يعني من بدل ثلاثة بدل ثلاثة ايه وتكون الجولة الأخيرة منتصف الشهر يعني الجولة الأخيرة يعني 15 16 في هذا الحدود يعني لا لا هم يلعبوا 13 الأيام ياب ايش خليجية اي بس هو يمكن يخلوا 16 يعني طيب يعطون 3 أيام الملحق متى؟ ها ملحق ملحق يمكن يكون 9 يقول حد اللي بحد اللي في الملحق ما الملحق الثالث والعاشر الملحق الثالث وال ممكن حتى يخلون التاريخ يعني يقول 20 ما عندهم شيء بعدين ما عندك شيء للملحق لا بس بنهاية الكاس بيكون نهاية الكاس تاريخ كم على العشرينات يعني عندك مباراه مباراتين ملحق طيب على اساس الان معلومه كثير جيده وهذا وصالح الدوري بصراحه جيد لو مصالح بعد يعني هذه اعتقد انها تحسب انا من وجهه نظري تحسب لي لا هو يقول لك الحين من صالح الدوري ولكن لازم فيها ولكن لا ولكن اللي بيقول لك انا اقول لك يعني انا خلينا ناخذ الجانب الاخر انه على الاقل تقدير شاهدنا وقفه الاتحاد مع الممثلين السلطنه خارج معه كل اللي صار لخبط اوراق اه طبعا يعني لخبط لكن الحين عاد لابد شويه من تدخل تفضل ابو فيصل اليوم ردوا على بعض لا بس ايش قال قال صالح قال والله وقفة الاتحاد ايوه تعرف وش وقفة الاتحاد؟ الموقف فرض نفسه ما في وقفة الاتحاد وقفة الاتحاد كان وقفة الاتحاد كان من زمان تحسب هذه النقطة وقفة الاتحاد لكن الان الموقف فرض نفسه الان لو الاتحاد ممكن ما اجل الاتحاد ممكن يقول لك ما باجل لا لا لازم ياجل مثلا يقول لك ما باجل لا لازم ياجل لازم كيف ما ياجل تاريخ 6 جولة وتاريخ تاريخ 6 خليجية تاريخ 30 اذا تجلس الجولة بتجلس تاريخ 30 مثلا 35 الجولة الأخيرة مثلا زين الجولة هذه 29 29 ممكن تكون مثلا 30 3 4 و3 و6 و9 بصير مش لا بس انا بيت موضوع البيت الجوله الجوله ما الجوله هذيك الجوله يوم ثلاثة. يوم 3 ايوه طيب بما ان في تاجيل لمسابقه الكاس اللي كان يفترض يوم السبت صح ولا الجوله يوم 3 يعني بكره السويق وفنجي يلعب خليها الاربعاء زين ليش ما تخليها الاربعاء والخميس هات بوافق اتوقع لا 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 يعني انا قاعد اتكلم الان قاعد اتكلم الان اذا تقول والله مصالح الدوري والله تحسب على الاتحاد تحسب على الاتحاد في مسابقتك راح نفس الشيء بما ان اليوم اليوم وعندك التصور انا استغرب من شيء بصراحه ولا اقول لك هو فيه ولكن استغرب من شيء اليوم الوضع هاي عرفناه من الاسبوع الماضي ما هذا ما يحتاج الى الان ان نعمل نفكر بس موز. ما عرفنا ان النهضه وصحن ابو عبد الله لا ابو عبد الله الخميس الماضي
انتهت البطوله القويمه نادي النهضه باكنا عارفين لا نادي النهضه لا انت هم كانوا يعني ما عندهم قلت ما حاطين احتمال انه الفريق ابو عبد الله لا تدخلونا في شو اسمه احوال ما عندنا وما عندنا ايش ما عندك ترى النهضه فاز في مسقط وين فاز نادي صحم فاز في مسقط متى خلصوا متى لعبوا اقول ما لي كنت متى لاعبين تسال عن متى لاعبين الاسبوع الماضي لاعبين خلصوا يوم الخميس يوم الخميس زين طيب الجمعه ترى ما كان اول دوام لا اله الا الله محمد رسول الله خلق انت قاعد تدافع عن ايش يا اخي ما دافع لا تقول دافع ابو فيصل انا اتكلم انا اقول لك هذه معلومه ما تقول لي دافع لا تدافع ما دافع اقول لك انا اقول لك شيء لا انت تريد توصل ليش ابو فيصل انا اقول لك انا اقول لك ما دافع اقول لك ما وصل نتيجه فنجه عفوا نتيجه الخليجيه صعب النهضه واعرف ان نادي فنجه مأجل المباراه واعرف ان الدوري مضغوط عندي صح ولا ليش ما عملت هذا الاحتمالات كلها الان واجل مباراة هذا الجولة تقام اليوم صح ولا ما عندي مشكلة وبكرة تقام مباراة السويق ونادي فنجة ما في مشكلة ما في داعي ان اخلي الجولة 25 تقام يوم الثلاثاء زي ممكن يصير وفيصل السقالة ما صدر القرار بعد ما صدر ممكن يصير ان تأجل هذا هاي كل حين احتمالات احنا نقول احتمالات لكن انا لو وصلت له ان بتكون في تأجيلات وبتكون في شوف ترى انا وعبد الله ممكن يصير انا اتمنى ما ممكن يصير اتمنى انه قبل ان تلعب هذه الجوله الانديه عندها علم ان الجوله 25 تم تاجيلها ودور دور مسابقه الكاس الاياب يتاجل مثل ما هاي التواريخ موجوده عندك الوقت الكافي بما ان في الوقت الكافي الان يعني احنا الان انا بسال سؤال الاتحاد اليوم احنا الاتحاد يا جماعه الاتحاد عمل ليس عمل دائره حكوميه يعني عفوا دوام رسمي هذه مسابقة تنظم لو أي مشكلة لو أي شيء كان تستدعى اللجنة الرابطة وتستدعى رئيس المسابقات بس اليوم أبو فيصل اليوم تعمم الاتحاد أنت سابقا تقول المسابقات الرابطة اليوم عممت الأمور الاتحاد تعرف ليش أقول لك الاتحاد؟ لأنهم أنا أقول لك إياها بكل أسف ينتظروا أنه يوجههم رئيس الاتحاد أنكم اجتمعوا اما تيهم مبادره من نفسهم للاسف الشديد ما تيهم مبادره انا اقولها ومسؤول عن الكلمه لو ما مسؤول عن هالكلام كان بعد مباراه بعد تاهل نادي النهضه ونادي صحم الخليجيه وتاجلت مباراه فنجه في 48 يعملوا اجتماع ويعملوا هذه التواريخ وانتهى الامر سؤالك راع على الجوله 25 لا بنشوف احنا ايش اللي يصير بعد هذا يقول لك هو ممكن احتمالات انا اتمنى على تويتر يا شباب قبل ما القرار بيشمل تأجيل الجول القادم الله أعلم أيوة. ممكن لكن هي في تدخلات نشوف ايش اللي يصير في اليومين القادمين طيب تويتر بعض التغريدات فايز المعمري الظفار في مستوى متواضع من جولة إلى جولة كابتن هلال المخيري علي الجوي دخول ثلاث لاعبين يفتقدوا لياقة المباريات ويكملها المدرب بالبدلاء فمن يتحمل الهزيمة أتوقع جمهور العروبة السبب ناصر يقول العروبة تخدم الفرق ولا يخدم نفسه ويقول أيها الملحق أنتظرك تغريدة ناصر مروخ رخي هلال ابتسامة المدرب كانت رسالة للجماهير يقول لهم انتظرونا في الملحق بدأت تفسيرات فهد يقول ومن سوف يصدر قرار في الإدارة العروبة الرئيس خارج الدولة النائب الرئيس خارج الدولة من يصدر قرار في النادي العب يا مدرب العب طيب ناجي الكندي مبروك لكل عاشق لصحار البقاء والرجاء من الإدارة لبقاء الجهاز الفني وجميع اللاعبين فايز المعمري يقول الحين عندي سؤال شنو في الكواب اللي قدام الكباتن قهوه ولا شاي؟ في شاي وفي ماي ما يهم. احمد العلياني مبروك للتماسي على الفوز والبقاء في دوري المحترفين والقادم افضل. تغريده يونس الحريبي بالفعل نقد بناء وبرنامج ناجح بصراحه عامل جوله الدوري اتكلم بلسان عشاق التماسيح كنت مفاجئ الدوري هذه السنه مشكور يا يونس تحياتنا لك يا الحبيب. تغريده خليفه مبروك لنادي الصحار عقبال المركز الرابع كل شيء ممكن. الله تحسب لصحار اذا وصل مركز اذا نذكر بالمباريات الست في انطلاق الجوله 24 من دوري عمان تل المحترفين نتائج جاءت على النحو التالي تعادل المصنعة والاتحاد بنتيجه سلبيه وتفوق النهضه على صحن باربعه اهداف مقابل ثلاثه وفاز الصحار على النصر 1-0 وتعادل صور وظفار 2-2 والشباب كسب العروبه 1-0 والسيب كسب نجيس 3-2 فنجة والسويق يستكمل بها الجدول هذه الجولة إن شاء الله مساء الأحد ترتيب الجدول مثل ما أنتم ملاحظين النهضة في الصدارة 54 نقطة ثم فنجة والسويق السيب الرابع صحم الخامس وصحار السادس هذه الفرق ما لها علاقة بالملحق
ظفار صور الشباب لمصنعة 33 نقطة لكل فريق، العروبة ب30، النصر 27، والملحق لمن بانتظار الجولات الثلاث المتبقية. وصلنا للختام، موعدنا إن شاء الله بكرة أو اليوم إذا حسبتوها باليوم الساعة 10:30 إن شاء الله بعد مباراة فنجة والسياخ. شكرا لأعضاء الدكة هلال المخيني، صالح البارحي، طلال العامري، وهيثم خليل. شكرا لكل المشاهدين، نلتقي على الخير إن شاء الله. إلى اللقاء.